يلا نكمل المواضيع بتاعتنا اللي احنا بدأنا فيها، وكنا اتكلمنا على introduction عن البروجكت مانجمنت، واتكلمنا فيها عن دور المانجمنت وازاي بتبدأ تفعل منظومة إدارة المشروعات في المؤسسة بتاعتك، وايه الفرق بين كل مرحلة من المراحل اللي بتشتغل فيها في إدارة المشروعات عشان تقدر تبني المنظومة بطريقة احترافية. قلنا ان احنا الاول بنعد او بنعمل preparation، حاول ارجع لكم السلايد بسرعة عشان يبقى بنعمل preparation للمنظومة او للتحضير للمنظومة اللي هنعملها او المنهجية اللي هنشتغل بيها، وبعد كده بنعرف من preparation ديت الجاب اللي عندنا، ونبدأ بعد كده نبني المنهج بتاعنا، نبنيه نعمله development، وبعد كده بنبدأ نعمله implementation، وبعد كده نعمله automation. اتكلمنا طبعا في الكلام ده وشرحنا ايه اجزاء الميثودولوجي development بتاعتنا، وقلنا في procedures، في process flow، في forms، templates، في logs، في reports، في key performance indicators، وكلمنا على النولج ارياز اللي انت محتاجها ومحتاج تعمل فيها ديفلوبمنت. زي ما اتفقنا محتاج تعمل ديفلوبمنت البروسيس بتاعتك، وعرفنا يعني ايه بروسيس، وعرفنا ان البروسيس دي مرتبطه بما يسمى بالنولج ارياز او العلوم، وفهمنا ان احنا كل بروسيس من دول بنبدا نعمل لها development. يعني ايه نعمل لها development؟ يعني نعمل لها procedures و process flow، forms و logs و reports و KPI. يعني بنعمل ال risk procedures و process flow، ونعمل ال schedule، وبنعمل لل contracts، نعمل ال claims، كل حاجة. كل حاجة بنشتغل فيها في المشاريع بنعمل لها ال elements اللي قدامنا دي. طيب النهاردة بقى هنبدأ نتكلم على how to plan your project. How to plan your project. الأول عايز أقول لكم كده على قصة حصلت من كام سنة كده، دايما بقولها مع أحد الأشخاص، وكان يعني للأسف طبعا project manager، ومن الناس اللي ما كانتش مؤمنة شوية بالعلم بتاع المانجمنت بالشكل بتاعه الحديث اللي احنا بنشتغل بيه ده. القصة دي ايه اهميتها؟ اهميتها ان هي تدينا درايفر، زي ما احنا اتفقنا ان احنا محتاجين درايفرز عشان نبدا نطبق الكلام ده. محتاج حاجة تزقك، محتاجة حاجة تقول لك اه لا ده الكلام ده مش هزار، ده الكلام ده فعلا مفيد. فالقصة دي هتدينا حافز للتطبيق. الحاجة التانية للقصة اللي انا هحكيها دلوقتي ان هي برضو تبقى للشباب الصغيرين، تبقى وسيلة يقدر يستخدمها للأرجمنتس، لأن أنت برضو هتقابل الكلام، هتقابل الأشخاص دي للأسف يعني هتقابلهم، فلازم تكون عندك حجة واضحة وقوية للتعامل معهم. إيه بقى القصة؟ إن هو الشخص بدأ يعني يقول إن البلانينج والشغل، ما احنا دلوقتي نتكلم على البلانينج، فأنا هركز على البلانينج. البلانينج ده مضيع للوقت، مش مفيد. طيب ازاي نثبت ان الكلام ده غلط؟ مش مجرد ان احنا نقعد نتخانق ولا صح ولا مفيش حاجه، لازم زي ما اتفقنا الراجل البروفيشنال عنده دايما حجه، عنده دايما تفسيرات منطقيه وواقعيه وعمليه. طيب دلوقتي انا سالته سؤال، قلت له طيب انت دلوقتي في نص مشروعك وعايز اعرف المشروع ده وضعه عامل ازاي، مهم اعرف ولا لا؟ يعني انت في نص مشروع، هل انت محتاج تعرف المشروع ده الانجاز بتاعه نسبته قد ايه، محتاج تعرف المشروع ده صرف قد ايه، هل هو اوفر بادجت ولا مش اوفر بادجت، محتاج ولا لا؟ انت لو سالت بقى دي اي حد، اي بروجكت مانجر مؤمن مش مؤمن بالبلاننج، فاهم مانجمنت مش اي حد بيشتغل في مجال البروجكتس، اقول لك لا طبعا مفيش كلام، انا محتاج اعرف في اي وقت المشروع وضعه عامل ازاي. طيب حلو. طيب باختصار شديد جدا، ازاي اقيس وضع المشروع وانا ما عنديش المسطره اللي اقيس بيها؟
يعني انا دلوقتي انت متفق معايا ان احنا عشان نبني على حته ارض محتاجين نقيسها، ما فيش حد يقدر يختلف على كده. طيب لو معيش مسطره، معيش متر، معيش جهاز الليزر اللي هيقيس بيها، هيقيس ازاي؟ طيب ايه علاقه ده بالموضوع؟ ما هو ده يا جماعه بقى، ما هو البلان هو اللي بيخلق لي المسطره، عشان كده حطيت رسمه مسطره اهي لتفكرك بالموضوع. البلان هو المسطره اللي هقيس بيها الشغل بتاعي. ما اقول لك انا 30% على اساس ايه؟ ما ليه ما تبقاش 40 وليه ما تبقاش 60 وما تبقاش 20؟ عشان في مسطره هنقيس عليها. فاذا اول حاجه لازم تعرفها وتقنع بها اي حد في قيمه البلاننج، البلاننج هو المسطره اللي احنا هنقيس بيها، وده بيسموه بقى بلغه المانجمنت البيز لاينز. البيز لاين، البيز لاين هو المسطره. طيب انا بعمل مساطر المشروع بتاعي، طبعا بعمل مساطر، بعمل مساطر، بعمل مسطره، بيز لاين للسكوب، لقيس السكوب اللي انا اشتغل عليه، بعمل مسطره للسكجول اللي هي السكجول بيز لاين، البرنامج الزمن اللي هقيس عليه، بعمل مسطره للتكاليف اسمها الكوست بيز لاين. تمام، فاذا عندي بيز لاينز، عندي مسطره دايما بقيس بيها البلان بتاعي. طيب بعد ما طبعا قلت له كده ما قدرش يتكلم، مش كده بقول لك انت بتتكلم بطريقه منطقيه غير لما بتقعد تجادل وخلاص والناس تقعد تجادل مع بعضها للصبح، لكن انت بتروح قافل الموضوع بطريقه التعامل مع المواضيع باحترافيه بالشكل ده. طيب راح هو جه بعد كده قال لي طيب يبقى المشكله ان احنا المسطره دايما اللي بنقيس بيها بايظه، عشان كده انا مش مقتنع بالموضوع. قلت له دي بقى انا ممكن اتفق معاك فيها، وده للاسف هو اللي حاصل في الماركت. اللي حاصل في الماركت طبعا بنسبه، طبعا يعني مش كل الناس، لكن اللي حاصل في الماركت بنسبه ان الناس ما عندهاش مسطره مظبوطه، مسطره بايظه، مسطره بتطلع نتائج خطا. وبالتالي اللي احنا عايزين نبدا ناخد بيزكس مع بعض فيه المره دي يمكن والمره الجايه، هو ازاي نبني مسطره مظبوطه، ازاي نبني بيز لاينز مظبوطه، عشان لما اجي اقيس بيها ما حدش يتحجج ويقول لك الكلام ده كلام فاضي. لا ده كلام مهم جدا، بس فعلا احنا محتاجين نبنيه صح. تمام، طيب هنبدا بقى ب يبقى احنا كده خدنا دفع حلوه كده الموضوع البلاننج. الحاجه الثانيه ان موضوع البلاننج ده، موضوع التخطيط، بيبدا يمينيمايز المخاطر اللي انت ممكن تقابلها في المستقبل. يقدر بالجود بلاننج تقدر تمينيمايز ا لوت اوف ريسكس، وبالتالي لما تمينيمايز المخاطر تبدا تفرق معاك في البروفيت، تبدا معاك في الريبوتيشن بتاعتك، تبدا تفرق معاك في ادارتك ليه، في ادارتك للمشروع. البلاننج كمان بحط لك بس النقط الرئيسيه، البلاننج كمان بيديك الرؤيه المستقبليه لمشروعك، وده طبعا مهم جدا. انا عايز اشوف مستقبل مشروعي عامل ازاي، لان لو انت شفت مستقبل مشروعك هتبدا تحسن في النتائج بتاعتك بدل ما تتفاجئ. كان في مقالة كده قريتها زمان، يعني دايما مش زي ما كلمتكم كده في المحاضرة الأولى عن صفات الـ 7 habits للناس الأشهر، في برضو كان حد كاتب مقالة للصفات، أسوأ خمس صفات لي أو أكتر خمس صفات للمدير الفاشل. يعني كل الناس بتتكلم عن المديرين الناجحين والناس الناجحة، كان في مقالة ما مكتوبة عن المدير الفاشل، فكان كاتب المقالة عامل دراسة جميلة جدا. بيقول ايه؟ بيقول من اكتر الصفات اللي عايز تكتشف بها مدير فاشل، بص بقى الحتة الجاية دي عشان تخلي بالك منها، ان هو دايما بيتفاجئ، دايما بيتفاجئ. يعني ايه دايما بيتفاجئ؟ يعني دايما يقول يا نهار ابيض احنا نسينا نعمل، يا نهار ابيض ده احنا ما خلصناش الريبورت، يا نهار ابيض احنا داخلين ميتنج وما خلصناش مش عارف ايه، يا نهار ابيض ده. اللي بيقعد يقول يا نهار ابيض ده باي طبعا طريقة باي لغة، ده تعرف ان هو مدير فاشل. الله، ما لازم نتخض. لا، قال لك المدير الناجح غالبا، وده يا جماعه طبعا انا بقول لكم طبعا تصديق للكلام ده، لان الواحد يعني اكتر من 20 سنه شغال في المجال، فبيبقى عارف الكلام الصح والكلام الغلط بقى لانه شافه بعينيه يعني. فانا اقدر اصدق لك على الكلام ده جدا، فعلا الناس البروفيشنالز غالبا ما بتتفاجئش. طب ليه؟ عشان هم يعني لا، عشان هم بيعملوا جود بلاننج، بيقدروا يخططوا فبيتفاجئش. عارف بيحصل مشاكل، بيحصل مشاكل معاهم، لكن المشاكل دي بيبقى هو عامل لها بريدكشن، عامل لها انتسبيشن، عامل لها توقعات تنبؤات، فما بيتفاجئش بيها لما بتحصل.
وبالتالي ده برضو حاجة مهمة جدا من مزايا والباورفول بتاعة البلانينج. تمام، نخش بقى في الموضوع. تعالوا بقى نخش في موضوع البلانينج، واحنا هنبدأ بالسكوب. Plan for project scope، أول حاجة ببدأ أخطط لها في أي مشروع إن أنا هخطط لمكونات المشروع، لأجزاء المشروع. وزي ما أنا عودتكم أو زي ما أنا معود الناس إن أنا ما بشرحش بطريقة تقليدية، مش بقعد أقول لك الكلام يعني كتاب الكذا مكتوب فيه، لا إحنا عايزين يعني نفيله، بالذات الشباب الصغيرين نفيل الموضوع يا جماعة، عايزك تحس بالموضوع، تبدأ تجري خطوات بالفهم للمواضيع اللي إحنا عايزين نشرحها دي. يعني ايه هو السكوب؟ السكوب ده هو حجر الزاوية، حجر الزاوية لأي مشروع. السكوب ده من غيره انت هتقع في مشاكل كبيرة جدا في مشروعك. طيب عشان تفهم المشروع بتاعك بتبدأ بتكوين السكوب. طيب المشروع في جهات كتيرة زي ما احنا اتفقنا عن كلمة ستيك هولدرز، في معنيين كتير انفولفد فيه. دلوقتي أنا المشروع بتاعي لي صاحب، لي كلاينت، لي أونر. الأونر ده هو اللي هيبدأ يتحرك في Plan for Project Scope and Develop Project Scope. حلو، طيب إزاي هنبني السكوب؟ عشان تفهم الموضوع أقول لك مثال ظريف جدا. أكيد معظم الناس اللي بيسمعوني دلوقتي أكيد جي في دماغه أفكار كتيرة جدا يعملها. اللي مثلا فكر يعمل جيم على الكمبيوتر، اللي فكر فكرة مثلا أبليكيشن على الموبايل، اللي فكر يعمل ويب سايت مش عارف يبيع فيه إيه، وهكذا أفكار كلها. طيب أنت هتجيب في الآخر حد يعمل لك الموضوع ده، مش كلنا بروجرامرز ومش كلنا، فهتجيب حد يعمل لك الأبليكيشن على الموبايل. تمام، هتقول له إيه؟ عشان بس تفهم يعني ايه سكوب، انا بص بفهمها لك يعني هتجيب الراجل اللي هو انت فكرت في لعبه جيم على الموبايل وعايز تبدا تعملها، فانت طبعا مش بروجرامر، فجبت شركه برمجه. هتقول لهم ايه؟ تقول لي انا عايز اعمل جيم، روح اعمل لي جيم، مفيش حاجه اسمها كده. هتقول له انا عايز اعمل جيم مش عارف لعبه مثلا فوتبول على مش ما ينفعش، امال ايه؟ لازم تبدا تقول للراجل انت عايز ايه بالظبط. هو ده بقى يا جماعه السكوب، هو ده السكوب. فعلى قد ما انت هتعرف تكتب السكوب وتكتب انت عايز ايه، على قد ما تنجح الراجل ده في ان هو يديك اللي انت عايزه، وانت هتنجح في ان انت تاخد اللي انت عايزه. وعلى قد ما تفشل في ده، على قد ما تفشل في اللي انت عايزه، وعلى قد ما يفشل الراجل اللي جاي يعمل لك الشغلان. تمام، فهو ده اهميه البروجكت سكوب. ابدا بقى طبق الكلام ده على اي حاجه. انت جايب سباك، ما ترميش السباك وتمشي، لا اقعد اكتب كده انت عايز ايه من السباك اللي هو يجي يصلح لك مش عارف ايه. ده السكوب بتاعه. انت عايز واحد يعمل لك ويب سايت، عايز ايه من الراجل ده، وهكذا. عايز تبني بيت، عايز تشطب شقتك، عايز تعمل كوبري، وهكذا. فاذا السكوب ده هو الاساس، زي ما اتفقنا لازم يكتب كويس. حلو، فاذا ده هو يعني ايه ازاي تخطط للسكوب. طيب ازاي بقى بنخطط للسكوب؟ بنمر بمجموعه من المراحل، بنمر بمجموعه من المراحل اللي بنسميها زي ما اتفقنا المره اللي فاتت البروسيس، العمليه او البروسيسز، العمليات. العمليات ديت اللي احنا من خلالها هنبدا نوصل للاهداف بتاعتنا، واللي كل عمليه منهم محتاجه زي ما اتفقنا مجموعه الاليمنتس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. طيب ايه هي الكوليكت ريكويرمنتس بروسيس؟ انا عشان اكتب السكوب بتاعي، عشان اكتب الابلكيشن اللي انا عايز اخلي الراجل يعمله لي، عشان اكتب الجيمز بتاع السكوب بتاع الجيم بتاع الويب سايت بتاع العماره اللي هبنيها بتاع التاور بتاع وهكذا، محتاج اعمل حاجه اسمها كوليكت ريكويرمنتس. واحد يقول لك ايه ده، انا بكتب سكوب ايه؟ انا راجل مقاول بيجي لي الناس دي يقول لي اعمل كذا وانا بعمل. ايوه حلوه الحته دي، انا بقول لك اسئله سالتها قبل كده بقى في الكورسات، فانا يعني مفيش انتر اكشن معاكم قوي، ف
هقول لكم الاسئله اللي كانت بتسالها واحاول اجاوب عليها. ما انت خلي بالك يا جماعه، في البروجكت مانجمنت انفايرمنت لازم تلعب كل الادوار عشان تفهم ايه اللي بيحصل، لان انت ممكن في يوم من الايام تكون او تكون بتلعب دور من الادوار دي. يعني ايه؟ يعني ماشي، يمكن انت لو مقاول يمكن فعلا ما تبقاش مهتم قوي بكتابه السكوب في معظم الاحيان، لان الكلاينت هو اللي كتب السكوب او الكلاينت جاب استشاري يكتب له السكوب. لكن انا بشرح علم، العلم ده انت ممكن تكون بروجكت مانجر تشتغل النهارده عند مقاول، بكره تشتغل عند استشاري، بكره تشتغل عند كلاينت، فلازم تكون عارف الادوار كلها ايه اللي بيحصل فيها. وبالتالي انت كبروجكت مانجر لازم تكون عارف ازاي هتبني السكوب. فالراجل بقى اللي بيبني السكوب ده هيعمل ايه عشان يبني السكوب؟ وخلي بالك السكوب ده هيبقى جزء في العقد، يعني اللي عايز يعرف شكل السكوب ده في الاخر بيبقى عامل ازاي يروح الشركه بتاعته ويفتح اي عقد، اي عقد، لان قوام اي عقد في الدنيا اساسه هو السكوب. اي اتنين بيتفقوا على حاجه بيبقى اساس القوام بتاع العقد ده what is the scope of work. وبالتالي اي تعاقد ممكن تلاقي فيه موضوع السكوب ده. طيب ازاي بقى بيتبني؟ ما هو السكوب اللي كتب في العقد ده ما تكتبش بعصايه سحريه، حد كتبه، فممكن تكون انت في يوم قايم اللي بتكتب السكوب. فهتكتبه ازاي؟ تعال نشوف. اول خطوه بنعمل حاجه اسمها collect requirements. يعني ايه collect requirements؟ يعني ببدا اشوف الناس محتاجه ايه. ما تقعدش تجيب ورقه وقلم كده واخبط يلا بقى نكتب احنا محتاجين كذا وكذا، لا لا، ده شغل بروفيشنال ما بينفعش كده. امال ايه؟ اول حاجه بتعملها ان انت بتبدا تعرف ايه المطلوب عشان تقدر تبني السكوب. طيب بتكولكت ريكويرمنتس دي منين؟ بتكولكت ريكويرمنتس ديت من كل الستيك هولدرز اللي تقدر تقابلهم. يعني كل الستيك هولدرز اللي حواليك تقدر تجمع منهم ريكويرمنتس. بس اهم ستيك هولدر في الحاله ديت، مش ان جنرال يعني، بس في الحاله ديت، في حاله الكولكت ريكويرمنتس، هو اللي بنسميه الكاستمر او الاند يوزر، اللي هو المستخدم اللي هيستخدم الحاجه دي في الاخر. يعني انت لو هتعمل لعبه او جيم، شوف الولاد اللي هيلعبوا باللعبه ديت وجيبهم وقول لهم لو انا بعمل لعبه فوتبول على الموبايل ايه اللي هيشدك فيها؟ يقول لي اه صدق لو فيها مش عارف كذا تبقى جميله جدا، لو اقدر مش عارف اخلي اللعيب مش عارف يتشقلب يبقى زي وهكذا. فاذا بتبدا تكولكت ريكويرمنتس من الاند يوزرز. تمام، عايز تعمل مثلا ابلكيشن ليوصل الاكل للناس في البيوت او يجيب، فبتبدا تسال الناس اللي في البيوت، يا جماعه لو انتوا عندكم ابلكيشن على الموبايل للتوصيل ايه؟ اكيد طبعا في حاجات زي كده، بس انا بقول يعني مثلا لو مش موجود يعني. فالابلكيشن ده ممكن يكون فيه، او الابلكيشنز اللي موجوده انا عايز اعمل واحد ينافس ليهم، ايه اللي مش موجود في الابلكيشنز اللي موجوده عشان اقدر احطه لكم وهكذا. فده اسمه كولكت ريكويرمنتس. تمام، زي مثلا ام واحد يقول لك انا عايز عربيه، يعني انا حطيت هنا الصور اربع صور لاربع عربيات مختلفه، كل دول اسمهم عربيه، دي سياره دي سياره دي سياره دي سياره، لكن ايه اللي يخليني اروح اشتري لك واحده منهم بس وما اجيبلكش الباقيين؟ الريكويرمنتس بتاعتك. هو انت عايز سياره تروح تشتري بيها اقتصاديه، ولا عايز سياره تخش بيها الفورمولا 1، ولا عايز سياره تطلع بيها اوف رود وصحراء وكلام من ده، ولا عايز سياره انتيك تحطها في المعرض بتاعك كده، على حسب. فاذا الريكويرمنتس بتاعتك هي اللي هتحدد لي اي نوع من انواع العربيات ديت هيبقى مناسب اجيبه لك. فاذا هي دي مرحله الكولكت ريكويرمنتس. ومرحله الكولكت ريكويرمنتس دي ليها طبعا بروسيس فلو، وليها تمبلتس، وليها فورمز بتتملى، وليها تكنيكس بتستخدم، وليها كي بي ايز. مش احنا اوعى تنسى، عشان بس انا مش عايز ايه الناس اللي ايه يعني ما تحسش المواضيع مالهاش علاقه ببعض. كل بروسيس من يا جماعه هندرسها او هنتكلم عليها ليها كل الحاجات دي لازم تتعمل. لكن طبعا زي ما اتفقنا الكورس مش هي يعني المحاضرات بتوعنا الاربع محاضرات مستحيل طبعا نغطي كل الكلام ده بالتفصيل، بس انت يعني انا ببني معاك البيزس او البيزكس بتاعت الموضوع، وان شاء الله تبقى خطوه للانطلاق بعد كده سواء احنا عملنا محاضرات تانية او انت حاولت تقرا او تسمع حاجات تانية. فكل بروسيس عندنا ليها الكلام ده كله. يعني مثلا كولكت ريكويرمنتس هيبقى ليها بروسيجرز، الكولكت ريكويرمنتس هيبقى ليها بروسيس فلو،
الكوليكت ريكويرمنتس هيبقى ليها فورمز تملى فيها، هيبقى ليها لوجز، هيبقى ليها تقارير بتطلع منها، هيبقى ليها كي بيرفورمانس انديكيتورز عشان تقول المرحله ديت تمت ولا لا. جوه البروسيجرز محتاج تولز اند تكنيكس هتستخدمها، تمام؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال وانت بتعمل كوليكت ريكويرمنتس هتعمل الكوليكت ريكويرمنت ازاي؟ لازم تحط في البروسيجرز بتاعتك التكنيكس اللي انت هتستخدمها في عمل الكوليكت ريكويرمنتس، زي مثلا ان انا هعمل ميتينجز مثلا، هو ده الاجتماعات دي طريقه لتجميع الداتا، هعمل سيرفي، هعمل كويتشنير، هعمل برين ستورمينج سيشنز وهكذا. فكل دي طرق هتستخدم في تجميع المعلومات. يبقى ده احد البروسيسز اللي احنا هنشتغل فيها. طيب بعد كده بقى ببدا امسك المعلومات اللي خدتها ديت وابدا اعمل بروسيس ثانيه اسمها ديفاين سكوب بروسيس. ديفاين سكوب بروسيس، الديفاين سكوب بروسيس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن المرحله اللي انت هتبدا تكتب فيها السكوب بتاعك، تكتبه بقى. الله، امال احنا كنا بنعمل ايه؟ لا احنا هنا كنا بنجمع بس، بنجمع معلومات، تمام؟ اما طبعا برضو بكتبها المعلومات اللي انا بجمعها دي بكتبها، لكن الديفاين سكوب بقى هي الكتابه اللي حصلت في التجميع دي بتبقى مش بروفيشنال، مش الحاجات اللي انا عايز احطها في العقد بتاعي. امال ايه؟ لازم ابدا اعمل لها ديفاين سكوب وابدا اكتبها عشان تتحول ل بروفيشنال ديليفرابلز، تمام؟ فمهم قوي مرحله الديفاين سكوب بروسيس بتاعتي. يعني عشان بس نوضح الفرق بين الاثنين، يعني عشان بس لو حد متلخبط، انا لما اجي اعمل كوليكت ريكويرمنتس، افترض ان مثلا واحد بيقول لي انا عايز اعمل تصميم للشقه بتاعتي، اقول له جميل قوي، يقول لي بس انا عايز اعمل الصاله بتاعتي تكون ما فيهاش اي عمدان في النص وكمر والكلام ده، اقول له جميل قوي، ده كده كوليكت ريكويرمنتس. لكن هل لما انت بتيجي تكتب عقد مع مقاول تقول له اعمل لي بيت الصاله ما فيهاش عمدان، ما تقولوش كده، ما بتقول له ايه؟ تقول له انا عايز مثلا فلات سلاب. الناس اللي بقى السيفل والمعماريين، اقول انا عايز اعمل فلات سلاب او هوردي او واتيفر المسمى، عايز اعمل فلات سلاب سيستم، فانا عايز ابني المنشأ بتاعي السكيلتون الخرساني فلات سلاب. هي دي بقى الديفاين سكوب، ان احنا حطينا الريكويرمنتس بطريقه علميه عشان تبدا تتنفذ في المستقبل. احيانا وانا بعمل الديفاين سكوب ببقى عايز اوصل للسكوب والكواليتي بتوعي، لكن الوصول ليهم ممكن يكون بكذا طريقه وبكذا اسلوب، وده اللي بنسميها الالترناتيفز. فممكن اعمل حاجه بنسميها الفاليو انجينيرنج، او بيسموها الفاليو انجينيرنج. والفاليو انجينيرنج ديت اكيد طبعا بعضكم سمعتوا عنها، اللي هي الهندسه القيميه، اللي هي بتبدا ايه؟ بتبدا تفكر في، على سبيل المثال يعني، تفكر ازاي تغير الديزاين بحيث ان انا اماكسمايز الفاليو واديك النتيجه اللي انت عايزها في الاخر. ده كده اسمه فاليو انجينيرنج. يعني انا هطلع لك المبنى اللي انت عايزه بنفس السكوب اللي انت عايزه بنفس الجوده اللي انت عايزها، لكن ممكن يكون مثلا اقل تكلفه. خلي بالك الفاليو انجينيرنج مش بس بتلعب على التكلفه، لا، بتلعب كمان على الاوبتمايزيشن. يعني ممكن المبنى يكون مثلا موفر للطاقه، مثلا اللي هو بيسموها جرين بيلدينجز، ممكن اعمل لك مبنى المبنى ده يديك النتائج اللي انت عايزها واحسن كمان، هيبدا يوفر لك الطاقه، ان انا ابدا استغل الشمس، طاقه الشمس مثلا ان هي تنور البيت فتبدا توفر، وهكذا. ده كله بيسموه الفاليو انجينيرنج. في حاجه بيسموها الفاليو اناليسيس، دي بتحصل غالبا بعد مرحله الديزاين، وبيبدا غالبا المقاول يبدا يشوف او يحلل الشغل ويبدا يعمل ريكومنديشن لبرضه ماكسمايز الفاليو اللي بتطلع. ممكن يكون الفاليو اناليسيس ديت بتتعمل مثلا في طريقه التنفيذ،
فيقدر يخلص المشروع اسرع. فده كده اسمه value analysis. في بعد كده حاجه بيسموها الكونستراكتابيليتي ستادي. الكونستراكتابيليتي ستادي دي بتحصل برضو في مرحله الكونستراكشن، ودي بتفوكس على الافيشنت اند افكتيفنس اوف ذا كونستراكشن تكنيكس وي ار يوزينج. دي بيسموها الكونستراكتابيليتي ستادي. يعني مثلا لو انت عندك مشروع قائم والمشروع دوت هيبدا محتاج شويه تفكير في التعامل معاه. يعني لو تفتكروا العماره اللي كانت في اسكندريه وكانت مايله دي، دي كانت مفروض يتعمل لها كونستراكتابيليتي ستادي، يعني الناس تبدا تدرس هيتعاملوا مع هدم العماره ازاي، والا ممكن تبقى في مشكله كبيره جدا تضر بالارواح فمحتاجه كونستراكتابيليتي ستادي عشان تشوف هتبدا تكسر ازاي ومنين وتخش ازاي. عندك مشروع زحمه قوي وفي مثلا كرينز كتيره، فعايز تبدا تشوف هتعمل مانوفرنج ازاي، ده كله بنسميه الكونستراكتابيليتي ستادي. فكل الكلام ده لازم اخده في اعتباري وانا بعمل السكوب مانجمنت بتاعي، وانا بكتب السكوب بتاع المشروع، والا هتبقى راجل مش فاهم مانجمنت وبتعمل حاجه فعلا بعد كده في التنفيذ تقابل مشاكل كبيره جدا. يبقى الكلام فعلا بتاع الناس اللي يقول لك البلاننج ده ملوش لازمه، ملوش لازمه. لا، البلاننج عشان يبقى ليه لازمه لازم الكلام ده يبدا يتعمل ولازم يتاخد في الاعتبار. يبقى احنا عندنا value engineering وعندنا value analysis وعندنا constructability study. انا يعني في امثله يا جماعه كتيره جدا المواضيع دي. انا اعرف مشروع كان في 2018 المقاول وفر حوالي 300,000 300 مليون، لان المشروع كان بمليار و700 مليون. وفر 300 مليون، تخيل الرقم، بسبب موضوع الفاليو اناليسيس. يعني ممكن يبقى نتكلم فيه عشان ما نضيعش وقت، بس في فعلا لما بتيجي تفكر في الاوبتمايزيشن ممكن توفر ارقام مخيفه يعني. طيب نيجي بعد كده نخش في تفصيله البروجكت سكوب ستيتمنت اللي بتطلع من مرحله الديفاين سكوب. يعني انا لما اجي اعمل سكوب ستيتمنت بكتب ايه؟ المفروض اكتب البروجكت سكوب ديسكريبشن بتاعتي. يعني السكوب بتاعي اللي هيطلع ده مفروض اوصفه، ده يبقى المنتج بتاعي، المخرج بتاعي. لو انا محتاج اعمل منتج يبقى محتاج له اكسبتنس كريتيريا. انا ايه اللي يخليني اقبل المنتج ده وما اقبلوش؟ لازم تكتب في السكوب عشان الراجل ما يقعدش يقول لك يا عم هو ده اللي انت كنت طالبه. لا، ده انا لازم احط الاكسبتنس كريتيريا بتاعتي، احط المين ديليفرابلز. بعد شويه اشرح لك يعني ايه ديليفرابلز كمعنى كويس. مهم قوي تحط البروجكت اكسكلوجنز. ايه هي البروجكت اكسكلوجنز يا جماعه؟ بروجكت اكسكلوجنز يعني اللي انا مش هعمله. واحد يقول لك يا عم ايه ده يا عم، انا عايز اكتب اللي انا هعمله، ده انا لو كتبت اللي انا هعمله زي ما انا زي الفل، ايه بقى اللي انا مش هعمله ده اكتبه ليه؟ لا، ده بقى يا جماعه طلع مهم جدا جدا وعمل مشاكل كتيره جدا في بعض المشاريع. اكسكلوجنز يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل ايه. كان في مشروع، كان مشروع بيتعمل سوفت وير سيستم لاحد الشركات. ف بعد ما الشخص او الشركه بتاعت السوفت وير دي عملت السوفت وير وسلمته، الشركه قالت لها لا احنا انت لسه ما خلصتيش. قالوا له ليه؟ احنا فاضل لنا ايه؟ قالوا له احنا عايزين بقى نتعلم ازاي نشغل السيستم ده، سيستم جديد. قالوا لا احنا مش ما اتفقناش في العقد، او ما فيش في العقد حاجه تقول ان احنا نقول لكم او ندربكم على السيستم او نعلمكم السيستم. قال لك يا عم ازاي، ده منطقي كده وبديهي ان انت بتعمل سيستم او بتعمل سوفت وير جديد ان انت تعلمني هيشتغل ازاي وانا هترمي لي السيستم وانا عارف انت عملت ايه ولا. ودخلوا في جدال والموضوع راح المحكمه وقضيه كانت مشهوره بدون الدخول في نتيجه القضيه يعني. لكن انت دايما وانت بتعمل الديليفرابلز بتاعتك دايما حط الاكسكلوجنز. طبعا مش كل الاكسكلوجنز اللي في الدنيا، حط الاكسكلوجنز اللي ممكن تبان بديهيا ان هي ممكن تتفهم ان هي فوق البيعه يعني. لا يعني خلي بالك انا هعمل لك كذا ومش هعمل لك كذا،
انا بعمل لك خلي بالك البيت، بشطب لك شقتك بس ما بعمل لكش الفرش، انا بشطب لك شقتك بس ما بركب لكش اللايتنجز، اللايتنج فيكتشرز مثلا. فاذا خليش اللي قدامك يظن، او لو اللي قدامك هيظن ان الحاجه دي انكلودد، حاول توضح لا دي اكسكلودد من السكوب. فاحيانا البروجكت اكسكلوجنز بتبقى مهمه جدا وانت بتكتب السكوب. البروجكت باوندريز، الحدود اللي انت هتشتغل فيها. الكونسترينتس اند اسامبشنز، مهمه جدا برضو يا جماعه. اي بلاننج في الدنيا، دايما بقول للناس ايه، بقول للناس انت دلوقتي لما بتدي احسن 100 واحد في العالم يعملوا بلان، يعملوا تسعير، ما هو التسعير جزء من البلاننج، ان انت تسعر مشروع مثلا. اديك مثال التسعير ده عشان هو هيديني المعنى اللي انا عايز اوصله بسرعه. لو اديت 100 واحد في العالم يعملوا لك تسعير لمشروع، احسن 100 واحد في العالم يعملوا تسعير لمشروع، سؤال، هل ال 100 واحد هيجيبوا لي نفس التسعير؟ اكيد لا. الاجابه اكيد كلكم هتقولوا اكيد لا. طب ما صح، طب ليه؟ ده كلهم بروفيشنال، ده كلهم معلمين، ده كلهم، لان طول ما انا بعمل بلاننج انا واقع ما بين الفكين بتوع الكونسترينتس والاسامبشنز. فايه هم بقى الكونسترينتس والاسامبشنز ديت؟ نبدا بالاسامبشن عشان سهله. الاسامبشنز هي ان انا باسيوم دايما وانا بعمل بلاننج، باسيوم، بفترض ان انا هشتري من عند فلان الفلاني ومش هشتري عند الشخص الثاني، بفترض ان انا هشتغل في المشروع ده بالشكل اللي كده. في قضيه معايا دلوقتي شغال عليها مع احد المقاولين في احد الدول العربيه، الراجل كان عامل لما جه يدرس العقد افترض ان اللي داون اريا اللي هيدوها له عشان المشروع تبقى جنب المشروع، هو افترض كده مع نفسه، وبالتالي عمل كل الحسابات على ان اللي داون اريا اللي هيخزن مشروع انفراستراكشر اللي هيخزن فيها نتائج الردم والبايب لاينز والحاجات بتاعته جنب المشروع. فرضيه اكتشف بعد كده ان اللي داون اريا بعيده 20 كيلو عن المشروع. برضه مش هنخش دلوقتي في الموضوع القضايا والكليمز لما يجي وقتها. فاذا كل البلانز بتاعتك بتغير على حسب انت هتفترض ايه، وبالتالي لازم تعرف ان الاسامبشنز دي خطيره جدا، لازم تحطها كمعايير عندك، تحطها كمعايير عندك. فدي مهمه قوي اسمها الاسامبشنز. حتى انا دايما بقول للناس ايه، بقول للناس انا بزود على كلمه اسامبشنز the art of assumptions، فن التخمين. شوف ارت ايه ده، ارت ايه؟ ايوه، لان انت وانت بتاسيوم يا جماعه في البلان لازم يكون عندك فن، لازم يكون عندك احترافيه. يعني لو انا باسيوم مثلا واحد مش حاطط لي هو عايز يركب ارضيات طوحها ايه، تمام، فلازم تبقى عندك حس انت مفروض تركب ايه. ماشي، هو الراجل في الاخر انت هتبدا تدور عليه وتساله، لكن عبال ما تساله او في بعض الاحيان ما يبقاش متاح ان انت تسال ولازم تعمل assumptions، تبقى عندك حس. طب الارضيات ده تبقى عامله ازاي؟ هل بتعمل فندق 5 نجوم ولا affordable housing، بتعمل بيت شعبي ولا بتعمل قصر ولا بتعمل كل حاجه من دول، هيبقى ليه assumptions غير الثانيه. فده اللي بسميها art of assumptions، تمام. يعني في البلاد الساقعه مثلا ما بيعملوش سيراميك في الارضيات، طب ليه؟ لان الدنيا ساقعه، الارضيات السيراميك دي مش هتبقى مناسبه خالص، فما تجيش انت في هنا وتروح عامل لهم ارضيات سيراميك او رخام، مش هتبقى مناسبه، وهكذا. فاذا ده اسمه الاسامبشن. ايه بقى هي الكونسترينتس؟ الكونسترينتس بقى هي القيود. القيود انا برضو وانا بعمل تخطيط لازم يبقى عندي حدود للقيود اللي انا هشتغل في وسطيها، قيود للحاجات اللي انا هشتغل عليها دي، اللي بنسميها ايه، اللي بنسميها الكونسترينتس، القيود. هديك مثال، مثلا لما اقول لك مثلا ايه، ان انت لازم تخلص السكوب ده، او مثلا خلينا نقول مثال اسهل، ان انت اي ماتيريال تشتريها ما تجيبليش ماتيريال من الصين، الماتيريال تجيبها لي من الاتحاد الاوروبي مثلا، يبقى ده قيد. ما تفترضش بقى ان انت هتجيب، لا خلاص هو قيد عليك، هو الراجل متفق معاك ان انت ما تجيبش حاجه من الصين او تجيب الماتيريالز من الاتحاد الاوروبي، يبقى انت كده ايه، حطيت الكونسترينتس اللي انت هتبدا تشتغل عليها والاسامبشنز اللي انت هتبدا تشتغل عليها.
الاورجانيزيشن، الريسك، طبعا هنا بتحط المعايير الرئيسيه للريسك، المايلستونز، الفند ليميتيشن، التسعير، الابروفد ريكويرمنتس. فاذا وانت بتحط السكوب بتاعك انت عينيك على كل حاجه، وهي دي بقى اللي فعلا بتورينا ازاي فعلا الناس البروفيشنال بيكتبوا السكوب وبيطلع في الاخر سكوب محترم وفعلا بيطلع نتائج كويسه. انا هنا حاطط مثال صغير قوي، طبعا مثال ل الديليفرابلز اللي بتطلع من مشروع. يعني مثلا هنا بقول لك ايه، واحد بقى بيكتب السكوب في العقد، فبيقول لك full installation of owners of the owner manufactured home with a certificate of occupancy from the country of San Diego. فاذا الراجل هنا بيحط بقى خلاصه الايه المرحلتين اللي فاتوا، ان هو collect requirements وديفاين سكوب، وبدا يكتب السكوب عشان هيبقى موجود في العقد. قال لك انا عايز اعمل ايه في المشروع بتاعي، عايز اعمل construction of the garage bare plans and included in the certificate of occupancy. فبدأ يحط تفاصيل للجراج بتاعه وهتعمل ايه فيه. قال لك installation of the road driveway and parking area as specified in the plans, complete landscaping of the property as specified in the plan. فبدأ يحط لك ايه، حد يحط لك السكوب بتاعه في الاخر، فهو ده المنتج اللي ايه اللي هتطلع بيه في الاخر. فنصيحة يا جماعة، تعود عليها في الليفل الصغير، زي ما بقول لك كده الليفل الصغير. انت عايز تعمل ويب سايت، تقعدش تجيب واحد تقول له ابدا اعمل ايه، اوعى، ابدا اكتب كده انت عايز تعمل ايه في الويب سايت. عايز تعمل ابلكيشن، ابدا اكتب انت عايز تعمل تطلع بايه في الابلكيشن. لازم تعرف تتعلم تكتب السكوب بتاعك عشان تبدا تطور الموضوع عندك. طيب، حاجه مهمه جدا 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 والواحد مع الزمن اكتشف قيمتها، اسمها الورك بريك داون ستراكشر. الورك بريك داون ستراكشر، الورك بريك داون ستراكشر ده جماعه زي البي ام اي اللي هو البروجكت مانجمنت انستيتيوت بيقول لك ده مهم جدا في شغل المانجمنت. يعني بيقول لك مفيش بروجكت مانجر من وجهه نظرهم يعني يعرف يكمل في البروجكت مانجمنت من غير ما يعمل ورك بريك داون ستراكشر. وبالتالي لازم نعرف يعني ايه ورك بريك داون ستراكشر. ورك بريك داون ستراكشر It's a hierarchy للمشروع. بيبدأ يكسر المشروع في صورة hierarchy، يجمع فيه كل الاليمنتس بتاعة المشروع. طيب ازاي بيتبني الhierarchy ده؟ ازاي بيتبني الwork breakdown structure؟ انا جبت على طول مثال لأحد الwork breakdown structure. انت ما تيجي تفكر دايما في السكوب، دايما اقعد فكر فيه بطريقة الwork breakdown structure. تمام؟ تاني، انت عايز تعمل جيم، عايز تعمل ابلكيشن، عايز تعمل عمارة، عايز تعمل كوبري، whatever، اقعد فكر فيها بطريقة ورك بريك داون ستراكشر. ليه؟ طريقة سهلة، ما بتكتبش كتير زي طريقة الديفاين سكوب، وبتلاقي نفسك حصرت الموضوع بشكل very smart. very smart. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بنبني ازاي الورك بريك داون ستراكشر. اول حاجة بتعملها ان انت بتكتب المشروع كده في مربع، زي مثلا ده تاور بروجكت، مشروع برج سكني. حلو، ببدا اعمل حاجه اسمها ديكومبوزيشن، ببدا اعمل تكسير، تحليل للمشروع. ايه فايده التحليل ده؟ ما انت لما بتكسر الحاجه بتعرف تنظمها كويس. يعني فاكرين طبعا، او يعني في قصه مشهوره كده اكيد سمعتوها، تقول لك ان كان في دكتور في الجامعه جاب حجر كبير جدا وجاب علبه او جردل، وقال للطلبة يا جماعة مين يقدر يدخل لي الحجر الكبير ده جوه الجردل. كتير من الطلبة بدأوا يمسكوا الحجر ويلفوه يمين ويلفوه شمال ويدخلوه في الجردل، مش عايز يخش. طبعا الطلبة يا جماعة مش دكتور، مش هينفع الحجر ده يخش في الجردل. يقول لهم لا ينفع يخش. لغاية ما جه طالب ذكي راح ماسك الحجر ده وراح دشه في الأرض فتته 100 حتة، وبدأ يرص القطع الصغيرة فدخلت جوه الجردل. هي نفس الفكرة كده، افتكروا في قصة الدكتور والحجر ديت، هتفتكروا فكرة الـ WBS. الـ WBS بقى برضو المشروع كده مكلكع في دماغك، كسره، روح ماسك الحجر ودبه في الأرض، كسر 100 حتة، ابدأ بقى رتبه. فبيترتب بقى بطريقة علمية ازاي؟ تبدأ تمسك المشروع بتاعك وتبدأ تكسره لمراحل، لمراحل، phases. ودي يا جماعه لما حد سالني في اول محاضره قال لي ايه الفرق ما بين البروجكت لايف سايكل
والبروجكت مانجمنت لايف سايكل. صراحه شرحت لكم ساعتها البروجكت مانجمنت لايف سايكل وقلت لكم اللي هي باختصار كده زي الديمينج سايكل اللي هو بلان دو تشيك اكت او انيشيشن بلانينج اكسكيوشن كنترول اند كلوز اوت. دي هي البروجكت مانجمنت لايف سايكل. اما بقى البروجكت لايف سايكل هي المراحل اللي هيمر بها المشروع نفسه، اللي هي كل مشروع ليه مراحله المختلفه عن الثاني، كل بيزنس ليه مراحله. فمثلا مشروع التاور ده بيمر بمرحلتين على سبيل المثال، يعني ديزاين فيز وكونستراكشن فيز. فهنا هتحلل المشروع بتاعك لتو فيزز، ديزاين فيز وكونستراكشن فيز. واحد عنده مشروع تاني ليه مراحل مختلفه، اكتبها يا صح وغلط، حط المراحل بتاعتك زي ما هي هتتنفذ عندك في مشروعك. وبعدين تبدا تمسك كل مرحله من دول وتبدا تمسك الحجر الكبير وتدشه تاني لاجزاء اصغر منه، تعمل another decomposition. تقول هو الديزاين ده بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه conceptual design، بنعمل فيه detail design، بنعمل فيه workshop drawing او shop drawings، وبنعمل فيه as built drawings. وبعدين تبدا تمسك تاني كل واحده من دول وتكسرها تاني لاجزاء. طب هو انا مطلوب مني ايه في الديتيل ديزاين؟ محتاج مني architectural design، civil design، electromechanical design، landscape design. طب جوه السيفل، انا جوه السيفل محتاج ايه؟ محتاج كذا وهكذا. فاذا دي فكره الورك بريك داون ستراكشر، طريقه سحريه تبدا تجمع بيها السكوب بتاعك في شكل منظم وشكل سهل، وتقدر تخاطب بيها الاذر ستيك هولدرز، وتخاطب بيها المقاول اللي انت هتجيبه تشغله او الاستشاري اللي انت هتبدا تطلب منه الشغل او وات ايفر، بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا. يبقى ده فكرة الورك بريك داون استراكشر. طيب عايزك تعرف كام معلومة كده عن الورك بريك داون استراكشر. الورك بريك داون استراكشر زي ما قلنا هو الهيراركي اللي بيجمع السكوب اوف ورك بتاعك في لوحة او صورة او شكل من الاشكال. عناصره ايه؟ هي عناصره، عناصره هي المشروع، المشروع عنصر من عناصر الورك بريك داون استراكشر، الفيزز والسب فيزز والسب بروجكتس، كل دي تعتبر عنصر من عناصر الورك بريك داون ستراكشر، الديليفربلز والورك باكجز. طيب ايه هي الفرق بين كلمه ديليفربل وفرق بين كلمه ورك باكج؟ الديليفربل طبعا ده بتعريف البروجكت مانجمنت انستيتيوت، لان بعض الكتب الثانيه عرفوا الديليفربل بشكل مختلف شويه، بس وجهه نظر البيمبو جايد ان الديليفربل هي جزء من اجزاء المشروع بيأد فاليو للمنتج النهائي او للاند يوزر. يعني مثلا لو انت بتعمل كومباوند وخلصت فيلا من الفيلل، الفيلا دي تعتبر ديليفربل مع ان المشروع لسه ما خلصش، لكن في فيلا خلصت يبقى دي تعتبر ديليفربل. خلصت ملعب التنس، يلا نجيب مضربين ونلعب، يبقى الملعب التنس ده ديليفربل، بقدم قيمه مع ان المشروع لسه ما خلصش. فدي فكره او معنى كلمه ديليفربل من الديليفربل بتاعت المشروع. خلصت فيلا وعايز تعملها موكب عشان الناس تتفرج عليها عشان تشتري، برضو يبقى الفيلا الموكب ديت بقت برضو ديليفربلز. اما بقى لو بتصب خرسانه الاعمده، بتصب سقف الدور الثاني، دي كده ورك باكجز. فده الفرق بين كلمه ورك باكج وديليفربل. طيب مين بيعمل ال WBS؟ اللي بيعمل ال WBS في الحقيقه التيم، كل التيم بيشتغل في ال WBS، فريق العمل. لكن لو حد قال لك هو مين ممكن يستفاد من الورك بريك داون ستراكشر، الاجابه هتبقى الستيك هولدرز، كل المعنيين هيستفيدوا من موضوع الورك بريك داون ستراكشر ده. انا في الحقيقه كل الاجتماعات بتاعتي تلاقيني حاطط ال WBS بتاع المشروع في السلايدز الاولانيه من اي برزنتيشن بعملها. ليه؟ لانه بيخليني اعرف اتواصل مع الناس اللي انا بشتغل معاهم بطريقه سهله جدا، بسرعه جدا نفهم المشروع ونفهم ايه المطلوب مننا ونفهم احنا عايزين نتكلم في ايه النهارده. غير لما تدي واحد مثلا عقد او كتاب فيه 5000 صفحه وتقول له ايه خد افهم المشروع، طبعا الموضوع بيبقى يعني شويه كومبليكيتد. عشان كده لما حد بيطلب مني شغل، طبعا انا بشتغل مثلا في مشاريع قائمه، بيجي حد يقول لي انا عايز اعمل كليم، عايز اعمل مش عارف ايه، عايزك تحل لي، فعشان انا اقعد اقرا بقى عقد كامل واقعد، بيبقى الموضوع فعلا عايز وقت كبير جدا. اقول لا بص، اقعد اعمل لي الورك بريك داون ستراكشر
ياخد منك ساعه زمن ولا ساعتين زمن وبعته لي، لان بص خلاص ده في نص ساعه في ربع ساعه في 10 دقائق بتقرا المشروع كله، بتقرا المشروع كله وتعرف عباره عن ايه لو انت عندك ورك بريك داون استراكشر. تمام. طيب ليه بقى، ليه محتاج الورك؟ اكيد طبعا خدنا بالنا من قيمته. اول حاجه زي ما اتفقنا ان الورك بريك داون استراكشر ده يعتبر وسيله كوميونيكيشن لاجزاء المشروع، بيبدا يعبر عن المشروع بشكل بسيط، بشكل جرافيكال، بشكل قابل للفهم السريع. دي اول ميزه. الميزه الثانيه، بص بقى الميزه الثانيه، الورك بريك داون استراكشر ده يا جماعه هيبقى هو البيز اللي هنشتغل عليها في التسعير. انا لما باجي اسعر بسعر من خلال الورك بريك داون استراكشر بتاعي، بيبقى هو الاساس في التسعير. وزي ما نشوف برضو ان شاء الله لو جالنا فرصه ان احنا بنعمل ميزانيه وقاعدين بنعمل توب اب للميزانيه، بنعملها عن طريق الورك بريك داون استراكشر. فاذا الورك بريك داون استراكشر دي مزايا كتيره جدا، وانا بعمل الريسك بطلع الورك بريك داون استراكشر وببدا احلل المشروع بتاعي عشان اطلع المخاطر اللي ممكن يتعرض لها من خلال الورك بريك داون استراكشر. الورك بريك داون استراكشر بيعمل حاجه اسمها او بيسموها بريفنت سكوب كريب، بيمنع الانزلاق، بيمنع ان انت تحيد عن الهدف بتاعك في المشاريع. وبالتالي الورك بريك داون استراكشر ليه مزايا كتيره جدا. في حاجه بيسموها الورك بريك داون استراكشر نمبرنج سيستم. النمبرنج سيستم ان انت ترقم الورك بريك داون استراكشر بتاعك، تدي له ترقيم، يعني مثلا ده واحد، ده 1.1، ده 1.1.1، 1.1.2 وهكذا. فده طريقه الترقيم لكل مربع عندي في او كل اليمنت عندي في الورك بريك داون استراكشر بتاعي. وبعدين في الاخر بيطلع عندي بقى الورك بريك داون استراكشر اللي هو بيبقى انا كده عملت اول مسطره عندي في المشروع اللي بنسميها سكوب بيز لاين. يبقى تاني كده عشان ما يبقاش انت تهت مني، يبقى احنا كنا بنتكلم على مرحله التخطيط، كنا بنتكلم على ازاي ببني مساطر، ببني بيز لاينز، المساطر دي اللي هقيس بيها الشغل بعد كده. من غير المسطره دي محدش يجي يكلمني، محدش يجي يحاسبني. هتحاسبني على ايه؟ لو انت ما عندكش مسطره وجاي تقول لي الارض دي طولها غلط ولا، طب انت فين يا عم المسطره؟ مين قال؟ ونقعد نتخانق ونجادل؟ لا، في مسطره، تعالى ايه؟ حاسبني. فاذا اول مسطره عندي هي مسطره السكوب اللي بنسميها سكوب بيز لاين، اللي هي بيبقى فيها بقى ايه؟ فيها الورك بريك داون ستراكشر وفيها السكوب بتاعي. تمام؟ طيب بص كده بقى، دي بيسموها السكوب ستوري، جميل قوي. هتعبر عن السكوب او قصه السكوب. تعالى كده عشان يعني تحس معايا بقيمه علم السكوب مانجمنت ده، لانه علم يعني قيم جدا بصراحه. وبص كده معايا، لو انا حد قال لي ايه؟ قال لي احنا عايزين نعمل مرجيحه عندنا في الجنينه. قلت له ماشي يلا نعمل مرجيحه. طيب بص بقى الصور دي، هي طبعا حاجه فاني كده بس هتخليك تشوف قد ايه علم السكوب ده مهم. المرجيحه زي ما انتم عارفين عباره عن ايه؟ عباره عن، لان نفترض انت جبت حد مش فاهم يعني ايه مرجيحه، ف قال لك يعني ايه يا عم مرجيحه دي؟ قلت له يا عم ده شايف الشجره بتاعتنا دي، هتجيب حبلين كده وتربط ما بينهم حاجه، هو ده يا عم. قال لك ايه ده، ايه دي المرجيحه؟ قلت له اه بس كده. طيب فراح الراجل عمل لك الصوره الاولانيه اللي فوق دي، انا مش عارف انتوا شايفين الماوس بيتحرك ولا لا. الصوره الاولانيه ديت المرجيحه عباره عن حبلين وبينهم ظريفه. تمام. بعد ما الراجل عمل لي ده، قلت له لا يا عم ده انا كان في دماغي ده هو الصوره الثانيه، انا كنت عايزها مريحه. انا كنت، يقول لي لا ما انت ما قلتش بقى. لا انا قلت وانت ما قلتش، يبقى انت كده مش بروفيشنال، يبقى انت كده ما عملتش الواجب بتاعك في علم السكوب. تخيلت بقى معايا، يبقى حلو بانت كده. ايه الفرق بين الصوره الاولانيه والصوره الثانيه؟ سكوب. تعالى بقى المصيبه، الصوره الثالثه، مقاول بقى اللي هو ايه، المقاول عم عبده عايز بقى يوفر. قال لك يا عم مش المرجحه دي اللي انت تقعد، طيب يا عم اهي. راح جاب كاوتشه عربيه نص نقل مرميه تحت كوبري السيده عائشه، وراح رابطها بحبل ورابطها في الشجره، وقال لك قشطه هي دي المرجيحه اللي انت هتقعد ايه. طبعا تقعد تصوت بقى، لا يا عم ده انا، وتقعد تتخانق للصبح. ما انا مين قال؟ ما احنا ما كتبناش السكوب اللي يخليني اوجهه ان يعمل لي المرجيحه اللي هي المريحه اللي هي في الصوره رقم 2 من فوق دي. حلو كده؟ طيب
طب ده يا عم كويس، تعالى بقى شوف بقى عم بقى، مش عارف مش عايز اقول اسماء، اي اسم مقاول مش عاجبك حطه بقى في الصوره رقم 4 دي. ايه اللي حصل بقى؟ الراجل مش فاهم اصلا الفانكشن. اذا مهم جدا يا جماعه وانت بتكتب السكوب ان انت تحط الفانكشن، الوظيفه اللي بيطلع ليها او بيحققها الديليفرابلز. في مصايب وقضايا كتيره جدا بسبب الصوره، على فكره تبان انها مضحكه طبعا، حاطين ان الصور دي حاجه كده فاني، لكن في الاخر هي الكلام ده بيتحقق في الطبيعه على حاجات مستوى عالي جدا لامثله حقيقيه. بقى تلاقي ان المشروع اتعمل، الديليفرابلز اللي اتعملت بتاعتك ما بتحققلكش الفانكشن اللي انت عايزها. يعني مثلا كان في مشروع، في قضيه مشهوره جدا في انجلترا حصلت بسبب ان المقاول ركب مثلا مواسير، خط مواسير بملايين ملايين الجنيهات الاسترليني، والمواسير دي طلعت الماده بتاعتها بتتحلل من الليكويد اللي هيمر فيها، فالفانكشن ما اتحققتش، المشروع كله باظ. فاذا انت ممكن تبان لك ان الموضوع مضحك وموضوع ازاي يعني ولا حد، ايوه ده فكره مرجحه دي موضوع، لكن في المشاريع الحقيقه بيحصل الكلام ده، بيحصل ان انت تكتب الديليفرابلز بتاعتك وتكتب السكوب وتتناسى الفانكشن اللي انت هتبدا تحققها في الاخر من كتابه هذا السكوب. الكلام ده بقى حققه مثلا وانت بتعمل مثلا حمام للديسيبلد، لاصحاب الاحتياجات الخاصه مثلا، فالحمام ده اكيد ليه فانكشن مختلفه او هيبقى بيتحرك بفانكشنز مختلفه عن الحمام او الدبليو سي العادي او وهكذا. فاذا الفانكشن مهم جدا وانت بتكتب السكوب، تبقى عارف هتكتب السكوب ازاي بحيث ان هو يديك الفانكشن اللي انت عايز توصل لها. طيب نيجي بقى للصوره اللي بعديها اللي هي مضحكه اكتر، ان الراجل ايه قال لك يا عم انت متضايق ليه؟ قلت له يا عم انت فاهم المرجحه غلط. قال لك طب فهمني يا عم، المرجحه دي البتاعه اللي انت علقتها في الشجره دي لازم تتحرك، تعمل سوي، تعمل تتمرجح. قال لك بس هي دي كده الفكره، وقام بدا يعمل ايه موديفيكيشن، بدا يعمل ريموديلنج، بدا يعمل وبدا يعمل يقطع الشجره عشان يخلي المرجحه تعمل سوي وتمر من تحتها، فبدا يبوظ الدنيا اكتر واكتر ما هي بايظه. فده برضو حد بيحاول بقى يقص ويلزق ويحاول يعالج، فبيخرب الدنيا اكتر ويوصل لنتائج بايظه، فبالتالي برضو الدنيا فشلت معاه. طب ايه بقى الصوره الاخيره دي؟ طبعا لو انتوا يعني كنتوا موجودين قدامي كنت سالتكم السؤال ده وسبتكم تجاوبوا، بس افكر فيها كده. ايه الصوره الاخيره دي بتعبر عن ايه؟ الصوره الاخيره دي بتعبر عن حاجات كتيره جدا. بتعبر عن ان المشروع فشل ومبقاش فيه مشروع، مبقاش فيه سكوب اصلا، وشلت بقى الشجر وشلت كل حاجه. الصوره الاخيره دي بتعبر عن ان انت عملت المشروع بس مفيش دوكيومنتس بتديك الصوره بتاعت المشروع، بتديك ايه اللي حصل في الطبيعه، فده ممكن يعبر عنها. فاذا المشروع عندنا يا جماعه عشان يتعمل صح لازم يتعمل سكوب صح، يتكتب صح ويبدا يتنفذ صح. فدي كده باختصار شديد جدا نبذه عن علم من احد العلوم اللي احنا بندرسها في علم المانجمنت وبنطبقها في علم المانجمنت. احنا خدنا ديفلوبمنت وامبلمنتيشن، فاكرين ديفلوبمنت وامبلمنتيشن، يبقى احنا بنبني العلم صح وننفذه صح عشان يدينا نتائج صح. طيب اخش بعد كده على علم تاني مهم جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا على علم السكوب باختصار، وطبعا انا بتكلم على البلان، الخطه، لان انت برضو لما بتكلم الناس خطه على طول بيجي في دماغه برنامج زمني، لكن في الحقيقه لا، الخطه هي اي حاجه بتخطط لها اسمها خطه، اي حاجه بتخططها. يعني السكوب لخطه زي ما شفنا كده، السكادجول لخطه، التكلفه ليها خطه، الريسك لخطه، الكونتراكتس ليها خطه، وهكذا. فاحنا لسه في مرحله التخطيط، وخططنا للسكوب وعملنا السكوب بيز لاين، مسطره السكوب اللي هنقيس بيها السكوب بتاعي. لازم برضو اعمل ايه؟ اعمل سكادجول مانجمنت، اعمل خطه للبرنامج الزمني وابني فيها البرنامج الزمني بتاعي في المشروع. حلو قوي. طيب ايه هو البرنامج الزمني؟ البرنامج الزمني هو عباره عن حاجتين رئيسيتين، عباره عن اكتيفيتيز او تاسكس او مهام هتتنفذ
وهتتنفذ امتى. ده كده باختصار شديد جدا. فانت عايز تديني المهام اللي انا هنفذها وتديني السكادجول. يعني سكادجول يعني ايه؟ زي نتيجة كده، عايز تقول لي هتتنفذ امتى. طيب بما ان المشاريع بتبقى غالبا فيها اكتيفيتيز كتيره جدا، فينفعش نعملها باي طريقه تقليديه. يعني لو هو الموضوع بسيط كنا عملناه، لان انت اكيد انت كلكم كل الناس اللي بيسمعوني دلوقتي كلهم بيعملوا سكادجولز لشغلهم، ف بيعملوا بطريقه بسيطه على الكالندر بتاعت الاوتلوك او على ورقه او على الموبايل، تبقى سهله لان انت ما عندكش لكن المشروع بيبقى فيه اكتيفيتيز كتيره جدا. يعني في مشاريع بتوصل لمئات الالاف من الاكتيفيتيز، فاكيد عايز طريقه غير تقليديه لعمل السكادجول بتاعك. طيب عشان نفهم بقى فكره السكادجول وفكره البرنامج الزمني وفكره التكنيكس اللي بتستخدم وفكره البرايم الحديثه اللي بيسموها لاست بلانر، وايه الفرق بينها وبين بريمافيرا ومايكروسوفت بروجكت، لازم نبدا نفهم او نحس بهذا العلم اللي هو علم السكادجول مانجمنت. عشان نحس بهذا العلم بصراحه انا هبدا اشرح لكم حاجه كده مهمه جدا بصراحه، وبصراحه فرقت كتير جدا مع الناس اللي انا شرحتها لهم قبل علم السكادجول، شكروني عليها جدا وبيقولوا لي بدات تفرق معنا جدا في الشغل بتاعنا. طيب لو انا جيت وعملت ايه، جيت وقلت لك عشان تفهم علم السكادجول مانجمنت ده عايزك معايا تعمل الاتي، ماشي كده؟ انا عايز بس اجيب الوايت بورد. طيب عشان ما ضيعش الوقت بس دلوقتي انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ زي ما اتفقنا عايز اعمل او عايز اقول لك على حاجه ليها علاقه بالتايم مانجمنت. ف هنجيب ورقه وقلم ونعمل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده. اول حاجه هتعملها معايا هتعمل حاجه اسمها برين دمب. برين دمب ايه هو البرين دمب ده؟ همسح ده كله كده دي دلوقتي. اعمل حاجه اسمها برين دمب يا جماعه. يعني ايه برين دمب؟ يعني هتجيب ورقه وقلم وتبدا تكتب فيها كل اللي انت بتفكر فيه، مش دلوقتي يعني بس خد معايا الخطوات ديت وابدا نفذها وهتدعي لي ان شاء الله لو عملت الكلام ده. انا بعمله بقالي دلوقتي 12 سنه او اكتر من ساعه ما اتعلمته يعني. بس الكلام اللي بقولك ده مش اختراع يعني، ده حاجه ليها اسس علميه كبيره جدا يعني. المهم اول حاجه هتعملها تعمل حاجه اسمها برين دامب. ايه البرين دامب ديت؟ ان انت هتبدا تجيب ورقه بعد ما نخلص المحاضره النهارده او بكره او براحتك يعني، بس حاول تعملها في اسرع وقت وتكتب فيها كل اللي في دماغك. ايه هو اللي كل اللي في دماغك؟ اي حاجه على الشورت ران او اللونج ران، على المستوى الشخصي او على المستوى المهني. يعني مثلا عايز تقول ايه؟ انا عايز ادرس مانجمنت واخد بروفيشنال سيرتيفيكيشن في المانجمنت، اكتب. انا عايز اودي بنتي بكره تعمل سنانها، اكتب. انا عايز اروح اغسل العربيه بتاعتي، اكتب. انا عايز ان انا اشتغل في شركه كبيره، اكتب. اكتب كل اللي في دماغك. حلو كده؟ وممكن في الاول تبقى معصلك شويه العمليه، بس اقعد اكتب وابدا طور الكتابه لغايه ما تكتب كده ايه صفحه صفحتين ثلاثه، اكتب اللي انت عايزه كله زي ما قلت لك كده على المستوى الشخصي او المستوى المهني. عايز اخلص التقرير اللي طالبه مني مديري، اكتب. عايز اظبط السي في بتاعتي عشان الوظيفه اللي انا بحاول اقدم لها، اكتب. اكتب بس، اكتب ايه اللي انت عايز تعمله و خلص الورقه ديت. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه يا جماعه ان انت هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل جدول. هتعمل جدول. الجدول ده مكون من اربع
مربعات زي كده تمام. وهتبدأ في الجدول ده تكتب الآتي، هتكتب هنا مهم وهتكتب هنا غير مهم، وهتكتب هنا عاجل وهنا غير عاجل، important not important و urgent و not urgent. حلو كده؟ طيب هتبدأ تعمل ايه بقى؟ هتبدأ تجيب الكلام اللي انت كتبته من شوية، الكلام اللي انت كتبته من شوية ده اللي هو في البرين دام، وتبدأ تاخده وتسقطه في المربعات بتاعته. ازاي؟ دي النقطة، الخطوة دي مهمة جدا، الخطوة دي مهمة جدا. يعني هتبدأ تاخد الكلام اللي انت جبته من او كتبته هنا وتبدأ تسقطه في المربع بتاعه المظبوط، تمام؟ فازاي تعمل الكلام ده؟ لو انت عندك حاجة مهم وعاجل هتكتبها في المربع رقم واحد اللي هو مهم وعاجل، يعني مربع رقم واحد ده اللي هو ايه؟ مهم وعاجل اللي هو important و urgent. والمربع رقم اتنين دوت، المربع رقم اتنين دوت اللي هو not important و not urgent. طيب وايه تاني؟ والمربع رقم تلاتة دوت، المربع رقم تلاتة اللي هو important بس not urgent. والمربع رقم أربعة هو هنا كان، لا هنا سوري، هنا كان هنا كان not important لكن مازال urgent، سوري كده not important بس urgent. هنا المربع رقم أربعة ده هو ال not important not urgent. حلوة. بص بقى، في ناس كتيرة ممكن يقفوا عند النقطة ديت، ولو وقفوا عند النقطة ديت ارمي كل اللي انت عملته ده في الزبالة. عشان بقى الكلام ده يبقى مفيد لازم تعمل معاه الخطوة الأخيرة، يبقى الخطوة الأولى brain dump، الخطوة الثانية سقطت الكلام في الجدول، تمام؟ بس هديك مثال برضو قبل ما اخش في المرحلة الأخيرة عشان بس يبقى الناس اللي يعني ما عملوش الكلام ده قبل كده وما تشوفوش يعرفوا بيتعامل ازاي. يعني ايه مثلا important to urgent؟ important to urgent يعني مهم وعاجل. زي مثلا ايه؟ انا عندي تقرير بيتقدم رئيس مجلس الإدارة بعد يومين، ده لو ما عملتوش هتفنش من الشغل، يبقى important، وده بعد يومين يعني urgent، يبقى ده كده important to urgent. عايز اعمل اخد شهادة احترافية important، اه طبعا important، بس urgent لا، ممكن يكون هنا هو important but not urgent. ليه؟ لان انا مش بكرة عايز اخد الشهادة الاحترافية ديت، ولا بعد بكرة ولا بعد اسبوع، قدامي شوية ممكن شهور ممكن. فاذا هي important but not urgent، يبقى ده المربع رقم ثلاثة اللي هو حاجات مهمة بس مش مطلوب مني حالا تتعمل. طب المربع رقم اثنين ده اللي هو not important but urgent، ايه ده؟ في حاجة not important but urgent؟ اه يعني انت ممكن مثلا يكون ايه، عربيتك وسخة مثلا عايز تغسلها، تمام؟ غسيل العربية نفسه حاجة مش مهمة لكن urgent، مش عايز تسوق من غيرها. فاذا هي دي فكرة not important but urgent. اما المربع رقم اربعة ده اللي هو not important but not and not urgent اللي هو ولا مهم ولا عاجل، اللي هو مثلا انا عايز اقعد اتفرج على المسلسل بتاع مش عارف مين، ولا مهم ولا عاجل الا لو انت شايف حاجة تانية. فاذا هتملى الايه؟ هتملى الاربع مربعات. طيب بعد ما عملت الكلام ده، دي خطوة رقم اتنين. تاني يا جماعة، الكلام ده مرتبط جدا بفهمك لعلم البلانينج. يعني من غير فهمك اللي انا بشرحه ده، علم البلاننج هيبقى مجرد كده حاجه تقليديه او حاجه روتينيه في المشاريع، ومش هتحس بالعمق بتاعه والفوائد اللي احنا بنطلعها من السكادجولينج في المشاريع، وان احنا نعمل يعني البريمافيرا ومايكروسوفت بروجكت والكلام ده. وانت فاهم اللي انا بقوله دلوقتي ده هيفرق معاك كتير جدا، بس خليك كمل معايا. فدلوقتي احنا عندنا اول مرحله برين دامب، المرحله الثانيه ملينا الجدول، المرحله الثالثه ايه بقى؟ المرحله الثالثه دي اهم مرحله يا جماعه، اللي بنسميها الاكشن. الاكشن ان انت لازم تعرف ان كل مربع من دول ليه وضع مختلف تماما، وهو ده اللي الناس مش عارفاه. كل مربع من دول ليه اكشن مختلف تماما، وعشان كده احنا تعبنا وفصلناهم. ما هم كانوا موجودين في الليسته الاولانيه دي وخلاص، انا ليه تعبت وقسمتهم واحد واثنين ليه؟ لان الاكشن مختلف، وهو ده بقى اللعبه بقى، هو ده الاحترافيه بقى، هو ده المعلمين بقى.
تعال بقى نشوف ازاي اتعامل مع كل مربع من دول. اول مربع ده اللي هو important و urgent، اكتب معايا كده المربع ده the action is do it now، ارمي بقى كل اللي في ايديك وارمي كل اللي هو ده اللي بيتعمل دلوقتي. تمام، انت كنت متلخبط وعندك حاجة كتيرة، ده انا عندي كذا وعندي التقرير وعندي الشهادة وعندي المحاضرة وعندي مش عارف ايه وعندي عايز اجيب ايه وودي البنت فين واجيب كل الكلام ده كان في دماغك، خلاص بقى دلوقتي بقى تركز، لا ارمي بقى كل، ابدا اعمل اي حاجه في المربع البرتقاني ده هتبدا ايه تعملها دلوقتي. دو ات ناو، دو ات ناو. طيب ده كده خلصنا منه. طيب المربع رقم 2 اللي هو نوت امبورتنت بات ارجنت، نوت امبورتنت بات ارجنت، اعمل فيه ايه ده؟ هنا بقى لازم يا معلم تتعلم علم مهم جدا، علم تقرا فيه كتب وتقرا فيه حاجات جميله جدا مكتوبه فيه، اسمه علم الديليجيشن. الديليجيشن لازم تتعلم تعمل ديليجيشن. مفيش قائد مش فاهم يعني ايه ديليجيشن، مفيش مدير مش فاهم يعني ايه ديليجيشن. ايه ديليجيشن؟ يعني طالما الحاجه نوت امبورتنت يبقى اديها لحد تاني يعملها، مش لازم انا اللي اعملها. تمام، يعني مثلا العربيه بتاعتك عايزه مش لازم انت تروح تخزنها، ما تجيب يا عم حد تديله تبر 10 ولا 20 ولا 50 ولا واتيفر ويروح يغسلها لك عشان توفر وقتك لحاجه اثمن، حاجه اهم. في حاجه برضو ان شاء الله لو يعني جت فرصه في المستقبل اشرحها لكم، حاجه بيسموها الاورلي ريت برايس. انت لازم يا جماعه كل واحد فينا يبقى عارف ساعته تسوى كام، ساعته تسوى كام عشان يقدر يعمل الكلام اللي انا بقوله ده بشكل بروفيشنال. يعني في ناس كتير جدا بتضيع وقتها ومش عارف ان هو يعني ما حد يقول لك ايه بص يا عم القائد ده بينظف البتاع بص قد ايه، انا اقول لك ده الراجل ده مش فاهم اي حاجه في الاداره ولا في القياده على فكره. تقول لي ازاي وده مش وده نازل بايده يغسل ويمسح، اقول له يا ابني ده مش فاهم حاجه، انا بقول لك مش فاهم اي حاجه في ليه، لانه ده ساعته ليها ثمن كبير جدا. ما هو اي حد يقدر ينظف واي حد ممكن يغسل، لا جيب حد يغسل وانت الساعه بتاعتك دي استثمرها في حاجه برضو للناس. لو انت عايز تخدم الناس استخدمهم بحاجه تسوى الساعه بتاعتك. تمام، الا بقى لو انت بتعمل الكلام ده بغرض يعني حاجه تانية ده موضوع تاني. لكن لو بنتكلم بغرض البروفيشناليتي لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. انت ليك ساعه ليها ثمن ولازم تستغل ساعتك بالثمن بتاعها، ولو مش هتستغلها بالثمن بتاعها جيب حد يعمل الحاجه ديت بالثمن بتاعها، زي مثلا يروح يغسل لك العربيه، يروح مش عارف ايه ينظف لك بيتك وهكذا. فاذا مش كل حاجه لازم تتعلم ازاي تعمل ديليجيشن. تمام، طيب طبعا الديليجيشن دي ليها اصول، ليها اصول برضو مش عايز يعني ضاع وقت فيها كتير بس حاول تقرا عنها، فيها ليها اصول. تمام، من ضمن اصول الديليجيشن مثلا يقول لك ايه، when you are delegating you are keeping the responsibility، you are keeping the responsibility او ساعات بيسموها الاكاونتابيليتي، يعني انت مسؤول عن النتائج بتاعتها مش بترمي الحاجه وخلاص، انت مسؤول عن النتائج بتاعتها. فلازم لما تيجي تعمل ديليجيشن تبقى عارف هتعمل ديليجيشن لمين وازاي تعمل فولو اب للي بتعمله ديليجيشن وهكذا. تمام، فده كده المربع رقم 2. طيب مربع رقم 3، مربع رقم 3 ده صنف على انه اقوله كده باللون الاحمر، صنف على انه اخطر مربع في المربعات دي كلها. ليه بقى اخطر مربع؟ هقول لكم دلوقتي. المربع رقم 3 اللي هو ايه، اللي هو important but not urgent، important but not urgent. ايه اللي بيحصل في المربع رقم 3 ده؟ اللي بيحصل في المربع رقم 3 ان انت بيحصل لاي حد او عند اي حد في صفه مشهوره جدا اسمها صفه التسويف. ايه صفه التسويف؟ ان انت طب يا عم دي لسه بكره، طب خليها لبعده، طب خليها لاول السنه الجديده وهكذا. ف بيبدا الشخص يسوف الكلام اللي موجود في مربع رقم 3 ده لغايه ما يحصل ايه بقى، يحصل حاجه غريبه جدا، يحصل ان مربع رقم 3 ده يخش في مربع رقم 1. يعني الحاجات اللي في مربع رقم 3 تروح مربع رقم 1. يقول لك يا عم سهله ولا خطير ولا حاجه، اقول له ازاي؟ يقول لي ما هو لما خش في مربع 1 دوق اتناو بقى، اقول له ايوه تعالى بقى معايا معلم. لما بيخش في مربع رقم 1 بيخش في وقت ما بيبقاش عندك فرصه انك تعمله. فاكرين لما قلت لكم ذا ترين ليفت ذا ستيشن؟ هو بقى ذا ترين ليفت ذا ستيشن، خلاص قضي الامر وما عندكش وقت ان انت
تنفذه. وبالتالي انا عايز الحق المربع ده قبل مربع رقم 3 قبل ما يخش عندي في مربع رقم 1. فاذا نعمل ايه بقى؟ عشان كده قال لك مربع رقم 3 ده هو بقى هنا ده البلان، بلان فور ات. حلوه. يبقى انت هنا البلاننج منعك ان انت تقع في مشكله رقم 1 دي، ان انت دو ات ناو دو ات ناو وما عندكش وقت وما عندكش وتلاقي الوضع ايه باظ منك. لا، انا هخطط لكل حاجه عندي في المربع رقم 3 من دلوقتي. مش هعملها دلوقتي، بقولكش اعملها، ما انت عندك وقت. يعني مثلا اي حاجه في مربع رقم 3 عندك وقت، 3 شهور، سنه، اسبوعين، مفيش مشكله، ما تعملهاش دلوقتي لانها لسه مش مربع رقم 1. بس بلان فور ات فروم ناو، خطط لها من دلوقتي. قول انا خلال الاسبوعين دول هعمل ايه، كل يوم هعمل ايه، خلال الشهرين دول هعمل ايه، خلال السنتين دول هعمل ايه. والا هيجي السنتين يعدوا وتلاقي نفسك ما عملتش حاجه، محلك سر. فاذا اي حاجه في مربع رقم 3 you have to plan it, plan for it now. طيب نيجي بقى المربع رقم 4 اللي بيزعل ناس كتيره جدا، الخبراء مش انا طبعا، الخبراء بيقول لك ايه على المربع رقم 4؟ بيقول لك don't do it، تعملوش اصلا، ارمي اللي فيه في الزباله. على الرغم بقى اللي بيحصل ايه، الناس اللي ما يعني ما فيش التفكير بالطريقه ديت اصلا بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو ماشي بالعكس، ان هو تلاقيه قاعد يشتغل هنا اكتر حاجه. تمام؟ يعني اديك مثال، تلاقي واحد في دماغه قاعد دلوقتي يقول لك انا عندي التقرير بتاع المدير، وعندي الكورس مش عارف بتاع ايه، وعندي ان انا مش عارف اصلح ايه، وعندي ان انا اعمل ايه، يا نهار ابيض، وعندي ادفع قسط ايه، ولازم اخلص ايه. تلاقيه بقى قاعد كل الهم اللي قاعد يرصه في دماغه ده، قال لك ايه، طب خلاص يا عم انزل بقى اقعد مع القهوه مع اصحابي الاول، اتفرج على المسلسل وبعدين ابقى اشوف اعمل ايه. تلاقي نفسك مشيت بالعكس، مع ان الخبراء يقول لك دون دو ايت. فهو دي المشكله يا جماعه، المشكله ان انت لو ما بتكونش مرتب اولوياتك صح بشكل منطقي وشكل علمي، بتلاقي نفسك بدات تضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمه، وتبدا تعيد ترتيب اولوياتك بشكل غلط خالص، تقريبا بالعكس. حلو. طيب ايه علاقه ده بقى بالبلاننج والسكادجولينج؟ ما هو ده البلاننج والسكادجول، انا بعمل كده في المشروع، ما انا بقى سهلتها لك بالمثال ده. اللي بيحصل في المشروع يا جماعه ان مشروعك بروجكتس بتاعتك هي مليانه حاجات برضو ارجنت ونوت ارجنت، وحاجات امبورتنت ونوت امبورتنت، وحاجات بيبقى ارجنت وامبورتنت وهكذا. كل الاربع مربعات دول موجوده في مشاريعنا. فلو انت ما فهمتش فكره ترتيب الاولويات على المثال الصغير اللي هو الشغل بتاعك انت الشخصي، مش هتعرف تطبقها على المشاريع، او مش هتعرف تطبقها صح على المشاريع. لازم تفهمها على المنظور الصغير الاول، لازم تحس ان في حاجات اولى من حاجات، لازم تحس ان في حاجات مفروض تعمل لها ديليجيشن وتركز في حاجات تانية، لازم تتعلم ان في حاجات ارميها في الزباله مهما الناس ضغطت عليك، لازم تتعود ان انت في حاجات لازم تخطط لها، ما تسيبهاش كده لغايه وقت الزنقه وابدا افكر وهكذا. فاذا الفكر اللي انا شرحته دلوقتي ده في 10 دقائق او ربع ساعه هو ده اللي هيخليك تطبق علم المانجمنت، او علم بالظبط السكادجول مانجمنت بشكل مختلف. ارجع بقى تاني لعلم السكادجول مانجمنت. علم السكادجول مانجمنت احنا قدامنا ربع ساعه ان شاء الله، كمان يعني 10 دقائق كده هوقف عشان نشوف الاسئله. فعلم بقى السكادجول مانجمنت هو العلم اللي انا هبني بيه الفكر اللي انا كنت بشرحه من شويه. طيب بنعمل ايه بقى عشان نعمل السكادجول مانجمنت؟ بنعمل حاجه بسيطه جدا، بنعمل برنامج زمني. برنامج زمني ازاي بيتعمل البرنامج الزمني ده؟ البرنامج الزمني ده اول حاجه ببدا اعمل حاجه بيسموها الاكتيفيتي ليستنج. الاكتيفيتي ليستنج ديت ان انت تبدا تحط كل الاكتيفيتيز او التاسكس اللي انت هتعملها في المشروع. عايز اعمل حفر، وعايز اعمل ردم، وعايز اصب مش عارف ايه، وعايز اعمل نجاره وحداده وصب ومعالجه ناس بتوع الخرسانه، وعايز اعمل سيستم ديزاين وسيستم ديفلوبمنت وسيستم اناليسز للناس بتوع الاي تي، وبروجرامنج ومش بروجرامنج وكواليتي، كل الكلام ده بتحطه في لسته. هتقول لك ايه يا عم ده انت لسه من شويه بتقول ان في مشاريع فيها مئات الالاف من التاسكس ديت. اقول لك اه، طب انا بقى هقعد اعمل الكلام ده ازاي؟ ده صعب قوي. اقول لك لا، هو سهل جدا لو عملته بالطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي. ايه الطريقه ديت؟ الطريقه دي بنسميها الرولينج ويف بلاننج. الرولينج ويف بلاننج ان انت اوريدي كان عندك الورك بريك داون ستراكشر اللي هو ده، صح؟ تمام.
لو انت مسكت كل ورك باكج عندك في المشروع وبدات تقول انا هعملها ازاي، انت خلصت البرنامج الزمني بتاعك بكل سلاسه وبكل بساطه. يعني مثلا لو عندك خرسانه بورك باكج بيقول خرسانه مسلحه للاساسات او هتصب الاساسات، فتيجي تفكر هو ايه الاكتيفيتيز اللي انا محتاجها عشان اعمل اساسات؟ محتاج نجاره وحداده وصب معالجه فك شده، اي اكتيفيتي ليست بتاعتك. تمام؟ فاذا لو انت عندك بورك بريك داون ستراكشر وده مفروض يبقى عندك زي ما اتفقنا، يبقى بسهوله جدا ممكن تعمل اكتيفيتي ليست. طيب دي الطريقه اللي انت بتشتغل بيها لاول مره، يعني اول مره بتبدا تعمل برنامج زمني بتعمل بالطريقه دي. تمام؟ او بتعمل مشروع لاول مره برضو بتشتغل بالطريقه دي، او بتعمل مشروع في حاجات يونيك برضو لازم تتعلم البيزكس دي، لان مهما كنت محترف اكيد هتلجا للطريقه التقليديه ديت في بعض الاحيان. امال ايه الطريقه بقى اللي هي مش تقليديه؟ الطريقه اللي مش تقليديه ان احنا بنعمل ايه، ان احنا بنجيب اكتيفيتي ليستنج من مشاريع مشابهه ونعمل لها تيلرنج، نعمل لها كاستمايزيشن. هو ده اللي بنعمله. انا لما تيجي مثلا تقول لي وليد انا عندي تاور 100 دور وعايزك تعمل لي برنامج زمني، ما بقعدش بقى اقعد افكر واقول لك الباكج والاكت، لا طبعا مش هخلص، اقعد سنه كنت بتديني اي برنامج زمني انا في خلال 3 4 ايام بديهولك، بديك برنامج ازاي؟ لان انا بشتغل عن طريق التمبلتس، عندي قوالب جاهزه فيها الشغل اللي انا او الاكتيفيتيز اللي انا عايز احطها. تمام؟ دي كده اسمها الاكتيفيتي ليستنج بتاعتي. طيب وانت بتحط الاكتيفيتي ليستنجز حط لها الاتريبيوتس بتاعتها، حط لها الخصائص بتاعتها، خلي البرنامج الزمني بتاعك يبقى قاعده بيانات الناس كلها تجيلك وهي محتاجه اي داتا. مهم قوي الكلام ده. يعني ايه اتريبيوتس؟ يعني اي معلومه ليها علاقه بالاكتيفيتيز، اي معلومه زي ايه؟ يعني الاكتيفيتي دي مين اللي هيعملها؟ في انهي منطقه في المشروع؟ ايه الماتيريال اللي انا محتاجها للاكتيفيتيز دي؟ وهكذا. دي كلها اسمها اتريبيوتس. طيب عندي كمان لكل اكتيفيتي عندي حاجه اسمها استيميت ريسورسز. ايه الريسورسز اللي انا محتاجها؟ مان باور، ماتيريال، ماشين. انا بحب احطهم كده عشان سهوله التذكر، انا بسميهم الثري امز، المان باور والماتيريال والماشين، هما دول غالبا معظم الريسورسز اللي انا محتاجها في اي مشروع. محتاج مان باور، عماله ومشرفين ومهندسين وات ايفر، يعني مشروعك محتاج ايه. محتاج خامات، اسمنت، زلط، رمل، حديد. محتاج ماشينري، لودر، وهكذا. محتاج سب كونتراكتورز. طب ليه حطيت السب كونتراكتور لوحدها؟ لان انا لو عندي سب كونتراكتور ماسك شغل من ضمن الشغل اللي عندي في المشروع، لو انا مين كونتراكتور مثلا وعندي مقاول باطن، انا مش محتاج اعمل مانجمنت او مايكرو مانجمنت على الجزئيه ديت يا جماعه، ودي من الاخطاء اللي الناس بتعملها. لا انت مش محتاج، هو المقاول ده السب كونتراكتور ده هو اللي هيعمل مايكرو مانجمنت على شغله، انا مش هعمل، انا احط بس سب كونتراكتور. يعني بمعنى اصح لو انت جايب مقاول خرسانات في المشروع بتاعك ما تحطش هنا بقى اسمنت وزلط ولا خالص، حط بس مقاول الباطن، وهو مقاول الباطن ده بتاع الخرسانات هو اللي هيعمل لك الشغل ده، ما تعملوش انت. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنعمل حاجه اسمها estimate duration. estimate duration بنبدا نطلع هو النشاط ده او التاسك ده محتاج وقت قد ايه عشان يخلص. طب اطلع الكلام ده ازاي؟ بسهوله جدا، في معادله بسيطه جدا. المعادله دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك الديوريشن بتساوي الكميه الكوانتيتي على معدل الاداء في النمبر اوف ريسورسز. تاني المعادله بتقول لك ان الديوريشن الوقت اللازم لاتمام اي نشاط عندي في المشروع يساوي كميه الشغل اللي فيه على معدل الاداء في عدد الريسورس. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عايز احفر حته ارض هحفر كم متر مكعب، احصر اعمل حصر للارض، الاقي مثلا طول في عرض في ارتفاع او في عمق تديني مثلا 10,000 متر مكعب رمله مثلا، يبقى دي الكميه، دي الكوانتيتي. طب انا هحفر بايه؟ بلوادر. طب معدل اللودر في الحفر قد ايه؟ مثلا اللودر بيحفر كام متر مكعب في اليوم على حسب طبعا نوع الرمله او نوع الصخره او نوع الحاجه اللي هيعملها، فبتشوف كده المعدل الاداء بتاعه عامل ازاي. وعندي كام لودر؟ 2. فيبقى انت بتقسم 10,000 على مثلا 50 متر مكعب على
10 لوادر يديك الديوريشن اللي محتاجها عشان تحفر حته الارض دي. فده كده طريقه حساب الديوريشن. فوجود الاكتيفيتي ليست والديوريشن ده هيبقى الاساس ان انت تبدا تدخل المعلومات للبريمافيرا. يفضل لك بس معلومه بسيطه بس واحده اللي هي ايه، اللي هي ان انت تبدا تعمل سيكونسنج للاكتيفيتيز، تعمل لوجيك للاكتيفيتيز، تقول مين هيبدا بعد مين ومين هيبدا او هيخلص بعد مين. ودي ان شاء الله هكلمكم عليها المحاضره الجايه مع الكوست استيميشن، مع التسعير ومع الريسك لو لقينا الوقت مناسب. فاقف عند النقطه ديت وابدا نستقبل الاسئله ان شاء الله بتاعتكم، والمره الجايه نكمل ان شاء الله. باشمهندس عمر. شكرا باشمهندس وليد على المحاضرة ممتعة جدا. شكرا. أستاذ حضراتكم لو في أي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند عشان المهندس وليد يعني يرد على الأسئلة كلها إن شاء الله قبل ما نخرج. وهيتم نشر الجوجل فورم دلوقتي عشان الناس تسجل عشان الشهادات إن شاء الله في آخر الكورس. مهندس أحمد الصيفي اتفضل. يلا الله يعطيك العافية مرة ثانية أستاذ وليد. شكرا. الله يسلمك يا سيدي، ودعينا لك من دون لسه ما نطبق الماتريكس. بارك فيك يا سيدي، شيء جميل. أوكي طيب، أنا كان عندي هلأ سؤال من آخر سلايد موجودة أوقات، وهذا اللي أكثر شيء مطبق بحكي هلأ خاصة بالسوق الألمانية عندنا. لحنا أكثر برامج تستخدم MS Project أكثر من بريميفيرا. تمام. معروفة عنا بالمنطقة العربية، وعنا أكثر الكونتراكتر بيبدو أو بيبدلوا بالترتيب، يعني لحنا بيشتغلوا على الثلاثة قبل اثنين، يعني بيحطوا عندهم الاستيميتد دوريشن، لأن في جداول مثل ما أنت تفضلت بتعطي الوقت عن طريق الكمية ومعدل الأداء، بعدين بعد أخذوا عطب بيعملوا assignment للريسورس. هو يعني إيه علاقة بالسوفت وير المستخدم بالإم إس بروجكت؟ بس مثل ما انت هلا تفضلت عم نشوف او بيواجهنا كثير مشاكل بهالبروسيس او السيكونس بالبروسيس نفسها. شو تعليقك او شو خبرتك من السوق اللي مثلا بانجلترا او بمنطقه اوروبا اذا قارناها بالمنطقه العربيه من الناحيه هاي؟ انا برضو ما فهمتش السؤال بالضبط بصراحه، يعني ممكن تصغ لي بقى السؤال. انا فهمت اللي انت عايز تقوله، بس السؤال بقى ايه؟ السؤال انه مشان تفادي هيك غلط مرتبط بالسوفت وير المستخدم، ايش افضل نصيحه او ايش واحد شلون خرج واحد يتفاداها لهال يعني بنقول هال الفلو اللي هن الورك فلو اللي هن بيتبعوها، يعني هي الشغله عباره عن كلتشر بالبروجكت مانجمنت. لا انا مش شايف اصلا ان في مشكله اساسا. ما هو احنا بنشتغل بالمايكروسوفت بروجكت، بنشتغل بالبريمافيرا، بنشتغل بالبرايم، ما فيش مشكله. هي الفكره بس ان البروسيس كلها تبقى محطوطه صح. يعني انت لما تعمل البروسيس بتاعتك البريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت او برايم او حتى الاكسل، هي في الاخر تول. لو التول دي اتحطت صح مع الميكانيزم اللي انت شغال بيه ما فيش مشكله، الا لو واجهك مشكله بنبدا نقول لك المشكله دي حصلت عشان التول دي ليها ليميتيشن معينه، عشان كده ممكن واخد بالك. يعني انا بشوف ان المشكله صح، يعطيك العافيه. اذا حددنا المشكله هون بالشفافيه او بالترانسبرنسي، يعني انا ما عم بشوف عندهم شو هي الريسورس يلي هو بنى عليا جدوله الزمني. هاي هي مشكلتي الاساسيه. نعم تمام كده انا يلا. حلو قوي. شكرا. وده ان شاء الله انا كنت ناوي اتكلم في المحاضره الجايه. من ضمن البروسيس المتكامله بتاعه السكادجول مانجمنت، بنعمل حاجه مهمه جدا 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 اسمها ايه؟ اسمها السكادجول كونفيدنس باكج. السكادجول كونفيدنس باكج، السكادجول كونفيدنس باكج ديت انا عن نفسي لما بشتغل، كنت شغال كتير مع كلاينتس، يعني كلاينتس كبار يعني. ف انا عن نفسي ككلاينت
ما كنتش كنت باخد او المقاول قدم لي برنامج زمني برميه في الزباله ما ببصش فيه الا لما يقدم لي مع البرنامج الزمني الاستيميت كونفيدنس باكج ديت يقدمها مع السكادجول والاستيميشن. ايه بقى الاستيميت كونفيدنس باكج ديت؟ اللي هو بيحط لي فيها كل المعايير اللي هو اتبعها في اخراج البرنامج الزمني، يحط لي فيها البرودكتيفيتي ريتس اللي اشتغل بيها، ما هو جاب لي منين الاكتيفيتي 5 ايام، ما هو المعادله دي ما بتبقاش محطوطه، هو حسبها وحسبها معناه لا انا عايز يحط لي بقى البرودكتيفيتي ريتس اللي هو استخدمها وجابها منين، يعني الفها ولا هي دي النورمز اللي عنده في الشركه بتاعته ولا جايبها من الموسوعه الفلانيه ولا الموقع الفلاني او ببلش او وهكذا. فلازم يديني البرودكتيفيتي ريتس، لازم يديني النمبر اوف ريسورس اللي هي ريسورس هيستوجرامز اللي هنتكلم عليها، لازم يديني الميثودولوجي اللي هو اشتغل بيها، لان الكونستراكتابيليتي او الميثودولوجي او يسموها الميثود ستيتمنت في بعض الشركات، الميثود ستيتمنت ديت هي اللي هتورينا هو هيشتغل ازاي وهتنعكس ازاي على عمل البرنامج الزمني اللي هو بناه اللي هو الديفلوب وهكذا. فدي مهمه جدا ان شاء الله، يعني ابقى يعني ابعت لكم الاستراكشر بتاع بيسموها على فكره في بعض الشركات عشان برضو تبقى يعني مصطلح كونفيدنس باكج مشهور جدا في الاويل اند جاز، يعني كان كان اكسون موبيل مستخدم المصطلح ده، لكن في بعض الشركات بيسموها السكادجول ناريتيف عشان برضو تبقى عارف المصطلحات اللي بتتكلم في الصوره. سكادجول ناريتيف. جزاك الله خير، شكرا كثير، الله يعطيك العافيه. وياكم. طيب باشمهندس احمد عزيز اتفضل. السلام عليكم، تشرفت بحضرتكم جدا وما شاء الله يعني شرح فوق الرائع. كان عندي بس استفسار بسيط كده وسؤال بسيط يعني اتمنى حضرتك تفيدني فيه. بالنسبه للبلاننج لو عايز اعمل بريورتايز زي ما حضرتك وضحت بطريقه زي اللي هي السوات عن طريق اللي هو الغير مهم ومهم وعاجل او غير عاجل، في اي سوفت وير ممكن حضرتك ترشحه ان احنا ممكن نستخدمه في كده على المستوى الشخصي يعني؟ بص على المستوى الشخصي في حد وراني برنامج على الاندرويد على الموبايل بيعمل بالظبط اللي هو نفس الاستراكشر اللي انا كنت بعمله ده، بس انا عن نفسي شخصيا انا يعني للناس اللي قدام شويه لغايه دلوقتي بعمله عن طريق برنامج على الايفون اسمه ليست. ليست؟ ليست ال اي اس تي لونه اصفر كده. وفي انا لغايه وقت قريب كنت بعمل على ورقه، كنت بجيب ورقه بيضاء وبعمل فيها المربعات ديت وبقعد الونها بالهايلايتس واشخبط وخلي بالك لغايه ما الورقه تشخبط خالص اروح اجيب ورقه جديده وهكذا. ممكن تعمل جدول على الكمبيوتر الاكسل وتطبعه كذا نسخه وتقعد تملى فيه، لان في الاول انا انصح ان انت تعملها على ورقه وتملاها بالقلم لغايه ما تبدا تتعود عليها قبل ما تستخدم اي سوفت وير. يعني هي الفكره على ورقه بتبقى مرهقه، يعني لو انا مثلا هتحرك في اي مكان فهيكون في صعوبه، فكسوفت وير افضل معايا على الموبايل او على اللاب. ما انا بقول لك الاندرويد في برنامج روعه يعني زي ما احنا كنا شغالين كده بالظبط، حد ورهولي قبل كده مش فاكر اسمه، لو عملت سيرش هتلاقيه، لكن في الايفون اسمه ليست. ليست تمام خلاص ماشي، انا هقدر سيرش عليه ان شاء الله في الاندرويد. شكرا ماشي، شكرا لحضرتك جدا، استفدنا من حضرتك كتير، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. مش مصطفى سليم اتفضل. السلام عليكم. صراحة يعني علم كبير واحنا شاكرين لها جدا، وربنا يجازي المهندس عمر وفي مربيه كلها يعني دايما بيقولوا. انا يعني عاجلا كده انا بسال حضرتك بس على برينسيبل، انا عايز اخد برينسيبل، ايه السيكونس اللي حضرتك تنصحني بيها ابدا عشان اتجاوز الامتحان؟ ان شاء الله. بص يعني لو مهندس عمر عملوا زي مكتبه كده للجروب او للمانجمنت ان شاء الله احط لكم فيها مجموعه كتب قيمه جدا من ضمنها ملخص انا كنت عامله على البرنس 2، وعندي برضو كتاب كويس جدا عن البرنس 2 ممكن بسرعه كده، وممكن نبقى برضو نرتب محاضره او محاضرتين ندخلكم في البرنس 2 كميثودولوجي بشكل سريع يعني ان شاء الله. فانا اكلم مهندس عمر على الموضوع ده وان شاء الله انزل لكم الماتيريالز دي. يعني هل بترجعها هي اكتر ولا البي ام بي؟ لا طبعا البي ام بي، البي ام بي حضرتك بترجعها هي اكتر ولا البي ام بي؟ لا البي ام بي، البي ام بي برجحه اكتر وبالذات في العالم العربي يعني. انا بتكلم ان هي البي ام بي كشركه اوسط. لا يبقى البي ام بي تمام.
طيب سؤال ثاني حضرتك بتقول من شويه السكيدول نارتيف. السكيدول نارتيف هي بتبقى كمكونات. انا شغال بلاننج وكوست. انا لما باجي اقدم السكيدول للكلاينت او للكونسلتنت بقول له ان انا عملت ايه في البرنامج، بنيته ازاي، الاختصارات بتاعت الاكتيفيتي اي دي، البرودكتيفيتي ريت مبنيه على اساس ايه، وبحط له يعني تشارت معينه لتوصف له البرنامج شكله ايه. هل ده حضرتك هي دي قلت لحضرتك صفه هي دي تمام. بقى انت هتبقى متكامله ومتكامله دي ممكن ابقى ابعت لكم ايه الكومبوننتس كامله بتاعتها، بس هو انت بتتكلم هي دي اللي احنا بنتكلم قصدي عليها. طب ايه الستاندرد للمنصي ريبورت اللي بيتقدم للسكادول؟ ايه يعني ايه اللي بيتقدم للسكادول؟ يعني المنصي ريبورت الستاندرد المنصي ريبورت في منصي ريبورت. ايه الستاندرد اللي حضرتك او اللي تبقى واضحه اكتر؟ بص المنث ريبورت عشان يبقى افكتيف زي ما اتفقنا، انت الريبورت نفسه لازم تقسمه الليفلز تمام، برضو عامل زي الهيراركي كده. يعني مثلا لو نيجي للداشبورد، ما الداشبورد دي منث ريبورت، يعني ان هي بتدي التوب مانجمنت مجموعه من الداتا، تيجي تنزل للسينيور مانجمنت مثلا ليفل تاني من الداتا، فعلى حسب الريبورت مين اللي هيشوفه المانثري ده بيبدا الكومبوننت بتاعه تختلف. فبرضه ان شاء الله يعني لو عملنا المكتبه بتاعه الجروب دي انزل لكم تمبلتس لكل ليفل، اقول لك مثلا لو انت عندك توب مانجمنت ليفل وعايزين نشوفه بس ورقه واحده، ايه افضل منظر ممكن يشوفوه، ايه المكونات اللي ممكن يشوفوها، عايز يشوف مثلا ايرنت فاليو، عايز يشوف البروجرس، عايز يشوف الديلي، عايز يشوف الايشوز، عايز يشوف وهكذا. لو انت نزلت ليفل تاني عايز تشوف وهكذا لغايه ما بتنزل ان انت عايز تشوف بقى الاكتيفيتيز اللي متاخره ومين اللي مأخرها وعند اي واحد في المشروع وهكذا. فان شاء الله انزل لكم تمبلتس للكلام ده. شكرا. دكتور ابراهيم تفضل. السلام عليكم باشمهندس وليد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يبارك سعادتك يا رب. بارك الله في عمرك وجزاكم الله الف خير. واياكم. وزادكم الله من فضله وعلمه. امين يا رب. الله يبارك فيك. طبعا انا يعني الحمد لله انا مع البي ام بي وبي ام او والار ام بي. تمام. ما شاء الله عليك، يعني انا بحضر عشان بس استزيد من العلم والواحد يعمل ريفرشمنت ثاني لنفسه كده. أظن الله. الله يبارك فيك. أنا كنت شغال برضو على ميجا بروجكت، كنت بستخدم في ضمن المستراتيجية دي كلها. كان معايا برنامج طبعا من الكلاينت كان شرطه في العقد بي سي ام اللي هو البروجرام كنترول مانجمنت. تمام. طبعا ده كان بيعمل لك كل الانترفيس ما بين كل اللي حضرتك اتكلمت عليه النهارده بالإضافة اللي لسه هتكلم عليه. تمام. فطبعا زي ما البشمهندس الاولاني اللي سال بخصوص الميس بروجكت والبرنامج فيرا وفيس انتجريشن ما بين البروجرام دوت مع البرمافيرا مع برامج تانية، بحيث ان انت برضو بتاخد كل البروجرس ديلي عشان توصل لتارجت، لان طبعا كان المشروع راش بروجكت وبلوكت ليميت و24 ساعه شغالين مش بالنهار بس. تمام. كان يتخيل حضرتك خلايا نحل شغاله و موال كبير زي اكيد حضرت انت حكمه من الراش بروجكت ذاتها. فطبعا بالنسبه للبرامج الزمنيه المفروض نبقى كونسترين عليها وانها لازم تبقى يعني بطلع عليها المالك حتى عن طريق الستاتس بيقولوا له اكسس والاستاف مهندسين احنا كسي شاركنا والاستاف ككلاينت ونبتدي وبس. الصوت للأسف بيقطع. أنا الصوت قطع عندي يا جماعة. ألو. بس طبعا طيب معك عارف يعني بكلم طبعا كحاجة ايديال بس إنها كوست فلور لأن ما هيش برامج سهلة. فلا لايسنس.
لايسنز عشان عدد الاشخاص اللي بيباكسز عليها كمان واخد بالحق. يعني مش برنامج فري ولا كل هذا بيشترى بملايين كمان على فكره البرنامج ده واخد بال سعادتك. تمام. فاكيد يعني بحكم شغل سعادتك وما شاء الله يعني شركاتكم مشهوره ومعروفه ولها باع كبير في السعوديه عندنا هنا فاوريدي برضو كنت احتكيت بيهم في بعض مشاريع الحرس الوطني برضو كانوا شغالين على نفس كان سؤالي عليها يعني مش سؤالي يعني عمليه يعني مناقشه يعني مش سؤالي المداخله بتاعتي مش سؤال هي مداخله بس يعني تمام تمام واضح تمام مفيش مشكله الله يبارك. هو على العموم البروفيرا منزله سوفت وير بقالها كام سنه هو ده يعني اللي شغال في المجال بتاع البلاننج والكوست كنترول والمانجمنت والكونتراكتس لازم يبداوا يقروا عنه اسمه يونيفاير. فيونيفاير هو بصراحه هو ده الاتجاه الجديد اللي الدنيا رايحه له في المجال ده يعني. ممكن عاد تبعت اللينك بتاعه بس الواحد يقرا فيه بعد اكيد طبعاً. اكيد اكيد ان شاء الله. جزاك الله الخير وما شاء الله عليك برضو وما شاء الله عليك يعني الله يخليك. شكرا شكرا. تسلم تسلم بشمهندس. شكرا لك بندو صامر. عفوا. شكرا دكتور ابراهيم. تفضل بشمهندس مصطفى. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بشمهندس؟ كل سنه وحضرتك طيب. صحه وسلامه. ألف شكر لحضرتك والواطن حضرتك وربنا يجزيك خير يا رب. ربنا يكرمك. الله يخليك. كنت عايز أسأل حضرتك يا باشمهندس أنا كنت ماسك مدير مشروع قبل كده وكنت عندي مشكلة دايما في إن أنا إزاي أحسب البروجرس بتاعي هل تمام. أحسبه بالوقت بالنسبة لوقت المشروع كله ولا بالكوست بتاع اللي أنا نفذته بالنسبة لكوست المشروع كله يعني تمام. إيه أفضل كستاندرد يعني تمام. دايما كنت أختلف فيه خاصة البشري بعد ذهرك يعني أطلع. ان انا احيانا لما اجي احسب بالقسط ان انا مثلا ممكن اورد المكن مثلا ويكون المكن غالي جدا وما بياخدش وقت توريده يعني يا دوب انا بعمل الاعتمادات السبتلس الابروفد الحاجات دي وبورد على طول وبيبقى مثلا مبلغ كبير جدا ممكن يساوي 50% من المشروع بمقابل مثلا انك انت علشان تبني الغرفة بتاعته اللي هتنزل فيه المكن ده محتاج مثلا ممكن مدة كبيرة جدا تمام. فانا هنا اقيس بالقسط ولا اقيس بال القسط ولا اقيس بالوقت ده سؤال حلو. طيب الاجابه قولا واحدا لازم نقيس بالوقت منقيس بالقسط. القسط بيدينا يعني مسطره مضلله للبروجرس وهديك مثال بس سريع قوي كده عشان بس لو لان انا دايما بحب ادي الامثله لان دايما بيحصل في جدال في الموضوع ده في الشركات وبتبقى انت بالذات لو انت ما عندكش يعني خبره كبيره في الموضوع ممكن يعني تخش في جدال وتبقى متضايق ومش عارف تجاوب. هقول لك تجاوب على الناس بسرعه اللي بيسالوا السؤال ده ازاي. لو انت عندك فيلا بتبني فيلا والفيلا دي صاحبها بمزاجه كده عايز يعمل الـ 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 الفساد او الواجهات الخارجيه من نوع معين من الرخام الغالي جدا مثلا تمام. فالفيلا مثلا هتتكلف 3 مليون والفساد ده هيكلف 3 مليون لوحده. هو الراجل عايز يجيب حاجه من اسبانيا كده المهم. فدلوقتي تخيل انت كده خلصت الفيلا كلها خلصت فاضل بس تعمل ايه الواجهه الخارجيه وجي حد قال لك هو البروجرس كام. لو انت بتحسب على الكوست هتقول له 50% فاي حد هيسمع الكلام ده يضحك عليك 50% يا عم الفيلا خلصت فاضل بس الفساد. فعشان كده البروجرس لما تقاس بالكوست ده خطر كبير جدا وبيديك يعني. فعشان كده لما بنيجي نقيس البروجرس لازم نقيسه بالمان اورز. المان اورز عن طريق البرودكتيفيتي عشان كده البرودكتيفيتي لازم تكون عندك نورمز عندك جداول حاطط فيها البرودكتيفيتي ريتس بتاعتك اللي انت بتشتغل بيها وبتطورها مع الـ مع الـ مع الشغل ومع العماله بتاعتك عشان فعلا تحط حاجه فعلا معبره تبدا تقول 30% يبقى فعلا بتعبر عن 30%. الف شكر لحضرتك يا باشمهندس. الف جزاك الله عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شو سعيد التوفيق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه باشمهندس وليد مش لاقيين كلمات نعبر بيها عن مدى الشكر والاعجاب ونترك ذلك للمولى عز وجل ان هو يكافئك ويجعل هذا العلم من ابواب العلم النافع في ميزان حسناتكم باذن الله. امين يا رب. ونشكر بي ام اربيا وبنشكر المهندس عمر
وجزاهم الله كل خير، ونشكر المهندس محمد أشرف القائم بالتنسيق، ونرجو حاجتين. أولا تنسيق أو ترتيب محاضرة كاملة بإذن الله بعد العيد تفصيلية بقى من حضرتك في مجال البي ام بي إن شاء الله. ثانيا نرجو إلقاء مزيد من الضوء على موضوع الداشبورد حضرتك أشرت إليه. أكيد إن شاء الله. وألف ألف شكر مرة تانية. عفوا، شكرا كبيرا. شكرا جزيلا. العفو فيك. شكرا جزيلا مهندس سعيد التوفيق. مهندس عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير باشمهندس عمر. عندنا بس كذا سؤال لو وقت حضرتك يسمح. اول حاجه كمدير مشروع، ازاي الواحد يطور نفسه كمدير مشروع، وازاي يأهل نفسه للعمل في مشاريع كبيره او مشاريع عالميه. الحاجه الثانيه حضرتك شرحت قبل كده في محاضرات سابقه لازم مدير المشروع يكون على اطلاع بمختلف الحاجات الجديده اللي بتكون موجوده في السوق. الموضوع ده فعلا الواحد بيحاول يكون ملم بيه، بس بيقابلنا مشكله التشتت. يعني انت بيكون عندك كذا حاجه البي ام فاتحه، وما عندك بتعمل ماستر في السكادوال، عندك برامج جديده بتنزل، عندك، فالموضوع بيكون في مجال الموضوع في تشتيت كبير. ايه المين بوينت الواحد المفروض يركز عليها بحيث تبقى جيد ليه في المشروع؟ فيها حاجه مخصوصه في الكابلاننج تشرحها لنا. شكرا فن. تمام العفو. طيب بالنسبه للتطوير، ازاي تجهز نفسك للتعامل مع المشاريع الضخمه؟ في الحقيقه فيها شقين، فيها شق ان انت بتتطور في العلم بتاع اداره المشروعات كعلم يعني، بس في بصراحه شق ثاني انا بصراحه يعني فكرت فيه قبل كده لقيته مش هينفع للاسف نتجاهله، هو حته ان انت تبقى بتشتغل مع حد محترف. وده اللي نفسي يعني الناس اللي عندها يعني خبرات وحاجات تتبنى الناس التانية، لان احنا اتعلمنا كده. انا الجيل بتاعي اتعلم من الناس اللي هي اللي كانوا سبقونا في علما وخبرة، وبدأوا يقولوا لنا الكلام ده، ان في مهما زي ما اتفقنا زي مهما يعني انت تلقيت العلم وتلقيت يعني بيبقى طريقة تنفيذها لها برضو أساس يعني ليها خبرتها. ف ده اللي انا بصراحه مش عارف ازاي يعني فعلا يتعمل ويوصل للناس. يعني احنا نحاول نوصل للناس العلم، لكن بيبقى دايما في ليميتيشن للي انا بوصله. اكيد في ليميتيشن، لكن اللي انا عايز اقوله اللي هو حته بقى اللي انا بدات فيها ديت، واللي هي مش موجوده للاسف ولا في البي ام اي ولا في البرنس، ولا اللي هو اللي هي الفلايت جيرني اللي انا اديتكم فكره عنها، في ان ازاي العلم ده يبقى محطوط بطريقه تنفيذيه، ما يبقاش مجرد كتاب وعلم جامد، يبقى ازاي بيتنفذ. وده لسه بداتش فيه، او لسه ما انا بس بديكم البيزكس بتاعته. يعني لو جيت ان شاء الله فرصه اشرح لكم بروسس عمليا بنشتغل فيها ازاي، وشكل الجداول بقى اللي بنملاها، وشكل الميتنجز اللي بنعملها، وبتدار ازاي الكلام ده، الموضوع ده هيقربك جدا شويه. لكن برضو هيزال برضو حته بقى ان انت لما تيجي تطبقها، لو انت طبقتها لوحدك اكيد هيبقى هتقابل شويه مشاكل، غير لما بتطبقها في اول مره مثلا تحت اشراف مثلا حد فاهم الموضوع، او حد عمل الموضوع، او حد خبير في الموضوع. فبس طبعا هي خطوه مهمه ان انت تطور نفسك في هذا الاتجاه، ان انت تبدا تدوس في حته العلم المانجمنت ده، وتقرا عنه وتفهم يعني الطرق التطبيقيه بتاعته، زي ما انا ان شاء الله هبدا اديكم شويه داتا وشويه تمبلت شويه حاجات. ده اول سؤال. السؤال الثاني بقى بالنسبه للمجال نفسه، زي ما اتفقنا ان زي ما انت كده بتقول انا عندي نجار، انا هجيب نجار، النجار ده بيجي ينشر الخشب، فبيجي معاه سكينه، لا معاه منشار، فاذا في تول، التول دي محطوطه عشان تعمل الاداه. مش بس كده، لو النجار معاه منشار عادي ولا منشار كهرباء، المنشار الكهرباء احسن واسرع واقوى وادق ويوي. فاذا يبقى احنا نطور نفسنا في معرفه الادوات. انت المانجر برضو ليه ادوات زي ما اتفقنا، زي المنشار كده بالظبط، فيطور نفسه في الادوات اللي هيستخدمها. وكل ما الادوات، انت عرفت الادوات نفسها كل ما قدرت تطورها. زي ما انا مثلا ايه، واحد بيعمل سيراميك
وتشوف ركبه كلها مهرية لأنه مش عارف إن في تول ممكن تلبسها وأنت بتوطي تركب السيراميك على الأرض بتحميلك رجلك ركبك من إن هي تتبهدل كده. فإذا لازم الأول تعرف إن في تول موجودة، دي أول خطوة. خطوة الثانية تبدأ تعرف بقى إن التول دي تعمل إيه، وبعد كده تبدأ تتعلمها الحتة اللي أنا قلت لكم في الأول. فده النصيحة الثانية يعني أنت تبدأ تعرف. والحاجة الثالثة بقى إن أنتوا حاولوا تابعوا المؤتمرات، وفي دلوقتي مؤتمرات بسبب الكورونا بقت تبقى اونلاين، ممكن تحضر مؤتمر دلوقتي عن الخرسانه، تكنولوجيا الخرسانه اونلاين، تقدر تحضر مؤتمر عن احدث الوسائل للبلاننج اونلاين، السكادجولينج، العقود، الكليمز، الفيدك، الكلام ده كله يعني. فبقى متاح دلوقتي بشكل جيد اونلاين، تقدر تتابعه وتقدر تتعرف على احدث ما وصل ليه العلم في هذا المجال. تمام. اخر سؤال، انا اسف باشمهندس وليد، مهندس كمال اتفضل. باشمهندس كمال اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحركة باشمهندس، دلوقتي كلمة لوج دي انا ما شفتلهاش ترجمة بالعربي، يا ترى ايه الكلمة المقابلة بالعربي؟ اولا ممكن مش عارف يعني احيانا فعلا، بس ايه الاسئله بتاعه الترجمه دي ما بعرفش اجاوبها. ف لكن اشرح لك هقول لك معناها. معناها يعني مثلا ايه، لما حضرت مع حضرتك المعنى فهمته اللي هو انا عندي فورمز وفيها داتا معينه مثلا ريكوردز، وانا بجمعها في فورمه واحده اللي بتدي لي يعني اقدر مثلا استنتج منها احصائيه معينه او اخد قرار او الاخر، فده لوج. ماشي انا فاهم، بس اقدر اسمي ايه؟ طب خليني بقى يعني ايوه سؤال حلو يعني بصراحه، خليني انا مش في ذهني حاجه دلوقتي. الحاجه الوحيده اللي هي ما لقيناهاش او ما يعني دايما بسمعها كلمه لوج يعني مش عارفها عربي. طيب ماشي، دي حاجه. النقطه الثانيه برضو دلوقتي الماتريكس حضرتك اتكلمت عنها بتاعت الامبورتنت والارجنت، يعني اعتقد كده من معلوماتي القديمه انه دي في السيلف مانجمنت. صح. ان انا ايه صح جدا مانجر، صح. بعمل امتى ديليجيشن وامتى بشتغل بنفسي كده، لكن كبروجكت مانجمنت اعتقد ان كل حاجه امبورتنت، يعني في كونتراكت محدد السكوب وكل حاجه فيه، فما فيش حاجه تعتبر مثلا نوت امبورتنت او كده، فكله لا. لازم يبقى هو انت اول حاجه الجمله الجزء الاولاني صح 100%، ان الكلام ده موجود في السيلف مانجمنت وفي السيلف امبروفمنت. طبعا ده كلام مظبوط. والتايم مانجمنت بتاع، لكن انا شرحته ليه؟ لان ازاي بتربطه بقى كفكر مع البروجكت. لا، المشاريع فيها امبورتنت نوت امبورتنت، وفيها حاجات ارجنت نوت ارجنت. تحليلك للمواقف وللشغل بيبقى فيه حاجات كتيره جدا نوت امبورتنت، لان احنا لما نيجي نتكلم كمانجرز انا ما بتكلمش بس على اكتيفيتي صب خرسانه طبعا لو انت بتتكلم كده كله امبورتنت، كبتكلم كشغلك كمانجر. انا كمانجر عندي a lot of other activities، عندي بشتغل مع الهيومن ريسورسز، بشتغل مع المقاولين، بشتغل مع الستيك هولدرز، بشتغل مع حاجات كتيره جدا ممكن تبقى الاولويات بتاعتها مش لازم نوت امبورتنت يعني، بس اولوياتها ممكن تكون مش يعني مش في اولوياتي او مش في الحاجات اللي انا مفروض اعملها، فخليها دي دلوقتي ما اضيعش فيها وقتي يعني. احيانا فعلا بتلاقي نفسك كبروجكت مانجر بتتاخد في حته تضيع فيها وقتك وتبوظ بيها مشروعك يعني. ان شاء الله يبقى فيها فرص يعني نتكلم فيها على الموضوع ده. احنا كنا نعمل كوست كنترول سيستم لاحد الشركات في قطر في الاويل اند جاز، فما جينا نحلل كان في حاجات كتيره جدا اكتشفناها تبع جزء النوت امبورتنت ده. المديرين بيضغط عليهم الكلاينتس، يعني يجي مثلا شركه زي شركات البترول الكبيره تضغط على المقاول عشان عايزاه، فتبدا توجهه لحاجات اللي هي نوت امبورتنت دي. اللي هي بتتوجه لها ليه بقى؟ لان هو بالنسبه لي انا لو انا بعمل حاجه مش في السكوب بتاعي دي نوت امبورتنت، حتى لو هي في 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 حقيقتها فيري امبورتنت، بس طالما مش في السكوب بتاعي هي نوت امبورتنت. فعشان كده انا لكن هي مش في السكوب بتاعي، هي مهمه عند الكلاينت، لكن هو بيخليني اعملها له عشان نخلص بيها. لكن فدي بتعمل
يعني بتعمل حيود او بيسموها الكريب عن الهدف. تمام. فدي فكره يعني لكن في الاخر احنا بنستخدم ده كده كفكر للسيلف امبروفمنت عشان لما نيجي نعمل بلاننج بقى للمشاريع نحس بالموضوع بشكل غير التقليدي ان انا بحط رص حاجات على بعضها يعني. تمام. طب وانا برضه شايف حد كان كاتب ان اللوج يعني مانيفيستو ما اعرفش هل ده كده يعني لو انت مهتم بالترجمه ممكن اشوف لك يعني انا عايز يعني اقرب يعني حاجه بس لان الباقيين كلهم يعني ايه مثلا بروسيدور دي اجراءات فورز نماذج الفلو شارت اللي هي الخريطه تسلسل اعمال مثلا الريبورت ده التقرير انما حته اللوج دي برضو يعني الوحيده اللي ما لقيناش يعني مقابل يعني هي ممكن يعني ملخص فهرسه يعني ممكن يعني بس خليني برضو ان شاء الله اعمل فيها سيرش واقول لك بالظبط ممكن تترجم. يا ريت. طب حاجه اخيره دلوقتي للمحاضرات اللي هي الاولانيه والثانيه وديا انا يعني مش شايفها موجوده على الموقع على الواتس يعني الفيديو مش لاقيه الحقيقه فهل حضرتك نزلته ولا لسه؟ هم الاخوه نزلوه يعني انا شفت الاخوه نزلوا اللينكات بصراحه قبل كده فان شاء الله ديت على الجروب عشان بس اعرف اللي هو اللينك على الرابط عشان اعرف ادخل عليه اكيد مهندس عمر ومهندس محمد ممكن يبعتوا لحضرتك بقى اللينكات ديت على اعتقد نزلوها فعلا شفت اللينكات كلها موجوده بس طيب. موجوده على الفيسبوك بتاع بيم ارابيا وهم ينزلوها ان شاء الله ما دخلتش على الفيسبوك الحقيقه انا بتكلم على الواتس. تمام ماشي شكرا جزيلا يا باشمهندس ربنا عفوا شكرا شكرا جزيلا يا باشمهندس فريد. مهندس مهندس عمر سليم مهندس عمر ايوه باشمهندس محضر اتفضل حضرتك لو عايز نختم او ناخد صوره جماعيه مش مهندس سعيد الكاميرا عندك شغاله؟ انا للاسف عندي انا بشتغل من الديسكتوب مش من على اللابتوب ف المره الجايه بقى ان شاء الله انا فكرني بس قبليها افتح اللابتوب اشتغل من اللابتوب باذن الله هو اللي فيه الكاميرا الله يكرمك الله يخليك خليها المره الجايه ان شاء الله بقى اكون نرتب باذن الله تمام يا ريس احب اشكر باشمهندس وليد على المحاضره الجميله اللي انا واثق انها هتفيد الناس في الحياه نفسها مش مجرد بس شهاده لا برضو في اسلوب الحياه واسلوب التفكير وان شاء الله تبقى نقطه انطلاقه باذن الله ان شاء الله يا ريس ان شاء الله المحاضره الجايه هنحط الرابط بتاعها على جروب الواتساب وهتلاقوا ان شاء الله كل الكتب بالمهندس وليد هيبعتها هنحطها برضو باذن الله خلاص انا هبعتها لك يا باشمهندس عمر وانت بقى خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تمام هو يوم 20 ان شاء الله المحاضره القادمه يوم 20 مايو باذن الله دي المحاضره الرابعه الاخيره باذن الله ان شاء الله الساعه 10:30 جزاكم الله كل خير وشكرا لكل الناس اللي شاركوا معانا شكرا شكرا طبعا للمهندس وليد الله يكرمه ويجزاك الله خير شكرا, شكراً. مع السلامة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله